صباح الخير مشاهدينا، لكم صباحية جديدة بتنطلق مباشرة عبر شاشة تلفزيون لبنان. أحلى صباح معكم بضيوف بتفاصيل بريبورتس، ودايما مثل العادة ساعتين ونص من الوقت نحن وياكم بنقضيهم مباشرة عبر شاشة تلفزيون لبنان. اليوم كمان نهار جديد بينطلق، عسى أنه يكون حامل كل خير لكل شخص. إذا أي حدا ناطر أي خبر إن شاء الله بتكون الأخبار كلها صحة خير بركة وإيجابية على الجميع. حلقة بتفاصيلها بتطل علينا ضيوف متنوعين، بعد شوي رح أعمل جولة لأخبركم مين رح ينضم لنا بخلال هيدي الحلقة. أكيد العنوان العريض المتصدر هو جائحة كورونا، يلي بالرغم من أنه في أعداد أخذت اللقاح بلبنان، أكيد أعداد غير كافية لخلق مناعة بمجتمعنا. أكيد هذه الثقافة عم بتزيد يوم عن التاني، ولكن المسؤولية بتبقى هي الأجدر وبتبقى هي الأسمى لحتى نكون دايماً عم نتحلى بمسؤولية تجاهنا وتجاه المجتمع. الأرقام على صعيد العالمي يلي هي بعدها بارتفاع، الولايات المتحدة الأمريكية التي تسجل أرقام مرتفعة جداً، من بعد الهند يلي شهدت بالمرحلة والآونة الأخيرة ارتفاع بالأعداد وكانت على شفير الكارثة الصحية يلي حصلت، أيضا البرازيل بالمركز الثالث من حيث الأرقام، فرنسا من جديد بالأرقام بأعداد مرتفعة، وخاصة أنه الإقفال عم بيوصل بفرنسا لخواتيمه، ختام شهر حزيران هو الموعد لإعادة فتح البلد كلياً من دون إقفال ومن دون أيضاً تحديد وقت معين للخروج. تركيا، روسيا، بريطانيا، إيطاليا، ألمانيا وإسبانيا والأرجنتين إلى جانب كولومبيا وبولندا هي البلدان الـ15 يلي أرقامها مرتفعة جداً. هذا على صعيد العالمي، أما على صعيد اللبناني وبالأرقام، عدد الحالات المثبتة بلبنان ليوم مبارح 26 أيار 2021 280 حالة، إلى جانب عدد الوفيات يلي بينخفض لسبع حالات. أيضا إذا بدنا نروح ل تشارت التلقيح .covid19، إذا بدنا نحكي عن الجرعة الأولى، الأشخاص اللي أخذوا الجرعة الأولى، عدد تراكمي ليوم أمس بشكل 9.3% من الشعب اللبناني، أما يلي أخذوا الجرعة الثانية بشكله 4.8%، وهيدي أرقام تعتبر أيضا منخفضة نسبة لخلق مناعة مجتمعية. بذكركم أنه 1787 الهوت لاين المخصص للاستفسار عن أي شيء متعلق بكوفيد 19، أما 1214 لأي تفصيل متعلق باللقاح. أما حلقتنا يلي منتشاركة اليوم معكم مشاهدينا، ضيوف متنوعين بينضموا لنا إن كان مباشرة بالستوديو أو حتى عبر الأونلاين. عودة المسرح إلى لبنان من بعد الإقفال العام، أولى بوادر عودة المسرح هي مسرحية لعل وعسى. هالمسرحية بتجمع نجمة كتير من حبة رندا أسمر إلى جانب حنان الحاج علي، بتشاركوا الستيج الليلة بأفان بريمير وانطلاق المسرحية بكرة نهار الجمعة. كل تفاصيلها نحكيهم مع الممثلة حنان الحاج علي. متابع أيضا لحتى نكون عم نحكي عن معرض رسم ما بين إيطاليا ولبنان وما بين طلاب عم يرسموا بين إيطاليا ولبنان، تليين ولبنانيين. بتنضم لنا الفنانة التشكيلية ناديا ديلاتساري وأيضا جوزيف مهنا أنصر لبنان بإيطاليا لحتى نحكي عن هالتبادل الثقافي. متابع أيضا لنكون مع دكتور المهندس محمد علي، رئيس جمعية أرزنا، بيخدنا أكثر لتفاصيل مؤتمر الاقتصاد الأخضر بخدمة البيئة العربية بدورته الثانية تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة. متابع أيضا مع ضيوفنا يلي بينضموا لزميل بشارة مارون، نيفين شاهين من مؤسسة ومديرة مهرجان القدس للسينما العربية، تخدنا لدورة هالسنة من هالمهرجان. أما ختام الحلقة مع دكتور أديب حمدين، أستاذ العلوم الاجتماعية بالجامعة اللبنانية، وبتخدنا أكثر لموضوع استعداد الطلاب لامتحانات نهاية العام الدراسي.
هيدا هي حلقتنا باختصار. البداية مثل العادة إن كان مع الرياضة إن كان مع أحوال الطقس وحتى أكيد البداية مع حال الطرقات مباشرة مع المؤهل أول جهاد أبو زكي وغرفة التحكم المروري. مؤهل أول صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا معك. رح نعمل جولة على أبرز المعابر المؤدية للعاصمة بيروت لنرصد حركة الطرقات. تفضل. بعد الحركة كثيفة على مداخل بيروت الثلاثة، بدي أبدأ من المدخل الشمالي جوني باتجاه بيروت، وأيضا بتكفي من النقاش أنطلية جل الديب. المدخل الشرقي لبيروت أيضا من دهور العبادية باتجاه عليا الجمهور، هذا المسلك حركة نشطة. المدخل الجنوبي خلدي باتجاه أنفاق المطار والكوستا برافا باتجاه الأوزاعي وضمن شوارع العاصمة، بهالأثناء حركة نشطة للسير. احصاءات حوادث السير خلال فترة ال 24 ساعة الماضية واللي نتج عنها أضرار جسدية، هي مجموع الحوادث هن 9، للأسف نتج عنهم 12 جريح، نتمنى لهم الشفاء العاج. بدي شير بهالأثناء أنه في حادث بين 4 مركبات على نفق المطار باتجاه بيروت، الأضرار مادية، وفي دراجين من المفرز المعنية عم يعملوا على تسهيل السير ورفع الحادث عن الطريق. أما لمزيد المعلومات بتقدروا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر أو فيسبوك، أو الاتصال على الخط الساخن اللي هو 1720 على مدار 24 ساعة. هيدا كل شيء. المؤهل أول جهاد أبو زكي، شكرا لك على هيدي التفاصيل. لكن لكل الأشخاص العنانين بالسير على نفق المطار من جراء الحادثة اللي ذكروا المؤهل أول، عم بيتم فتح الطريق. من هون نرجع نذكر أنه نكون عن جد ملتزمين بكل قوانين السير، لا سلامتنا وسلامة الآخرين، سلامة المشاة على طرقات، ولا حماية سياراتنا وأنفسنا. وهذا أكبر دليل من خلالها ريبورت على القدرات وعلى حرية وعلى أيضا الخيار يلي بنعمله بحياتنا. المهم دائما نكون مرتاحين مبسوطين، ما نفكر أبدا بشو ممكن يفكر الغير بخياراتنا، طالما نحن ضميرنا مرتاح ونحن مرتاحين بشو عم نعمل وشو المهنة يلي بنختارها. هيدا أهم شغلة، يكون عنا شغف والباقي كله بيبقى تفاصيل، ويلي عنده مشكلة بتكون عنده مشكلة مع حاله مش مشكلة معنا. فكيف إذا كانت سيدة قدوة بهالمجتمع؟ شو حلوة الحرية عن جد. مشاهدينا رح نتابع نحن وياكم مع محمد فارس حتى معه نروح أكثر لتفاصيل الطقس مباشرة من مصلحة الأرصاد الجوية بمطار رفيق الحريري الدولي. محمد صباح الخير. صباح النور يا هلا. محمد معك، رح نعمل جولة على الطقس، خبرني أكثر طقس اليوم كيف رح يتطور؟ الطقس هو ربيعي بشكل عام، تذكر اليوم وخلال الأيام القادمة. بشكل عام درجات الحرارة لشهر أيار بتكون بين 18 و27 على الساحل. نحن ضمن المعدل العام رح يكون خلال الأيام الجاية. الطقس رح يكون قليل الغيوم إلى غائم جزئيا أحيانا، مع انخفاض محدود درجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل، ولكن بتكون ضمن المعدلات الموسمية. درجات الحرارة كيف رح تتراوح؟ اوكي، الحرارة على الساحل رح تكون بين 17 و28 مثل ما قلنا، هي ضمن المعدلات الموسمية، و13 و28 على الجبال، و13 و32 بالداخل. اما الرياح وحركة الموج؟ الرياح جنوبية غربية، سرعة الرياح طبيعية جدا بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، وحركة الموج هي هادئة، منخفض ارتفاع الموج، والانكشاع جيد اجمالا، ورطوبه بين 50 و75%. نعم، هيدا لكن كانت جولتنا محمد فارس معك على ابرز التفاصيل المتعلقه بالطقس لليوم والكم يوم المقبلين. اكيد نحن معكم بمصلحه الارصاد الجويه دائما بتفاصيل اضافيه. شكرا لحضرتك. شكرا لكم. اهلا مشاهدينا، نحن وياكم منتابع بصبحيتنا، ما تروحوا لبعيد لأنه بعد الفاصل ننطلق بلقاءاتنا. نحكي عن أول عمل مسرحي بيرجع الحياة للمسرح اللبناني من بعد إعادة الفتح بعد جائحة كورونا. كل التفاصيل عن لعل وعسى العمل المسرحي على يلي رح نشهده على مسرح دوار الشمس بعد البريك. نو زابينج، خليكن معنا. مشاهدينا منتابع بصبحيتنا نحن وياكم،
ومنروح لتبادل الثقافي المهم جدا خاصة بين لبنان يلي منفتح دائما على أوروبا، وكيف إذا كان هالبلد إيطاليا التبادل الثقافي بين لبنان وإيطاليا سنوات عديدة عمره، واليوم كمان من خلال جائحة كورونا، من خلال الوضع بلبنان، ومن خلال الطلاب يلي عم يرسموا مدينتهم، يلي عم يرسموا أحلامهم، يلي عم يرسموا تطلعاتهم ويتبادلوها مع طلاب من إيطاليا. المبادرة مبادرة جمعية سمكي من أجل السلام، بيشي دي باتشي، من أجل أطفال لبنان، عبر تقييم وإقامة معرض تعاون ما بين مدرسة راهبات سيدة الجبل الكرمل بالفنار، وأيضا لساحة سان ماركو بفينيسيا بالبندقية لمناسبة 17 عام على تأسيس المدينة. رح نحكي بها الخطوة المهمة جدا. بينضم لإلي قنصل لبنان بفينيس السيد جوزيف مهنا. صباح الخير. صباح الخير مدير، تحية لكم، تحية لكل اللبنانيين وكل اللي عاملين بتلفزيون لبنان. أهلا وسهلا فيك. كما أنه بتنضم لنا President of Association Venezia Pesce di Pace السيدة نادية ديلاتساري. Good morning and you're most welcome. Buongiorno a tutti. Un saluto a Beirut da Venezia. Buongiorno. لكل العالم والسلام من بيروت من فينيسيا. Buongiorno. بس سلام لك. 1600 سنة مش 17 عام. طبعا. ونحتفل 1600 سنة لبناء إنشاء المدينة. بعتذر على العدد قدامي. طبعا هيدا البيع الطويل بهالتاريخ الطويل ايضا للمدينه وايضا لتاريخها العريق. بدايه اسمح لي ابدا مع حضرتك استاذ جوزيف، هالتبادل الثقافي قد اليوم مهم لتقريب المسافات يلي جائحه كورونا يمكن بعدتها جغرافيا، هيك نرجع شوي نعيش كل هيدي التفاصيل وكل هيدي الحياة الثقافية ما بين لبنان وما بين إيطاليا. هيدا الشيء كتير كتير مهم، لأنه اليوم بحاجة أكثر من قبل هيدا المشروع، لأنه الجائحة يعني بعدت العالم عن بعض كتير، فضروري الشغلة من هالنوع كان لازم تكون، لأنه القعدة بالبيت مثل ما بيقولوا والزربة خلت العالم كتير يبعدوا عن بعضهم. بلد السقيف لبنان، بلد السقيف وفينيسيا كل عمرها بتصدر من الهندسة والفن والشخصيات اللي عندها، فكانت مبادرة كتير حلوة من مدام نادية انه بلشت بهذا المشروع، وتضحياتها كانت انه مشيت فيه حتى بوقت البانديميا، يعني وقت البانديميا كانت ماشيه. نعم. نعم. كانت عم تشتغل وعم تجرب بالتباعد تقدر تحكي مع العالم، تضل معهم التواصل مع اطفال فينيسيا يلي شاركت فيها من مدارس. طبعا رح نحكي بالتفاصيل استاذ جوزيف باطار هيدا الموضوع، ولكن بدي سؤالي اطرحه على السيده ناديا ديلاتساري، من وين انطلقت هيدي الفكره؟ سي allora sono partita dall'idea di creare dei legami di amicizia e di solidarietà tra bambini di culture diverse. انطلقت من الفكرة انه تقوم بخلق نوع من التعاون والتبادل بين كلتور مختلفين، بين ثقافات مختلفة. نعم نعم نعم. اليوم لما نحكي عن هيدا الخطوة، وكنت حضرتك عم تذكر، بدي انطلق من العنوان او الاسم تبعها بيشي دي باتشي، فيش اوف بيس. ليه تم اختيار هيدا العنوان؟ E la scelta del nome perché Venezia ha la pianta antica della città alla forma di un pesce. Eccolo. No,
طبعا الرسم يلي هو على شكل سمكة مثل ما عم نشوفه مثل ما ذكرت السيدة. E poi per un altro motivo. Quale sembra ben altro? Perché durante la guerra di Sarajevo io ai bambini portavo sempre dei pesciolini veri rossi in un barattolo di marmellata. خلال الحرب بسراييفو كانت تاخذ لهم للاطفال بسراييفو سمك حي احمر ترفع عنهم للفرليمبو ترلسوف بير سي بير دار سبيرانزا اي جويا ا كويستي بامبيني كي فاتشيفانو اي جوكي ديلي ادولتي. يعني هالمبادره يلي كمان بتاخذنا لهال يعني الباراليليزم ما بين سراييفو وما بين الاطفال يلي كانوا يرسموا هالسمكه اللي لونها زهري مع قوس القزح مع هالالوان يلي بتمثل الامل ببكره. انطلقت الفكره لحتى يكون في تبادل رسومات، نص الرسمه رح تنرسم من قبل طلاب ايطاليين والنص الاخر من قبل طلاب لبنانيين. شو بتحدثنا اكثر سيدة نادية عن هيدا الموضوع، عن يعني قسم الرسمات ما بين طلاب لبنانيين وإيطاليين؟ وهيدا يمكن أول مرة منشوف هيك نوع من تبادل رسومات، عادة منشوف رسمة كاملة، اليوم لا، عم بيكملوا بعضهم الرسومات بين إيطاليا ولبنان. Due bambini, due storie diverse. Un bambino che vive nella bellissima Venezia. الفكرة طلعت من إنه تحط مع بعض ولا شخص طفلين. الفكرة الأولى بلش من فينيسيا. Con la bellissima Beirut che io ho visto, ho già visto, sono già venuta in Libano nel 2006. والولد الثاني الطفل الثاني من بيروت الجميلة اللي هي زرتها سنة 2006 وني صارت على المشروع من وقتها. Il mondo dei bambini è pieno di incontri senza frontiere. عالم الأطفال مليء بلقاءات من دون حدود. Ecco allora che ho coinvolto le suore, ecco i disegni dei carmelitane dell'istituto di Fanar. لها السبب تم الاتصال برهبات الكارميليتان بالفرار لإنشاء المشروع. Due sono i temi di questo progetto, e disegnate le vostre città e il coronavirus vissuto dai bambini. موضوعين كانوا موضوع البروجي، رسموا مدينتكم ورسموا البريود اللي عشتوه بالبانديمي بالفيروس خلال جائحة كورونا. في مومنتو سوري يس تفضلوا مكفي؟ ايه تفضل اكيد نحن معكم عم نشوف كمان بهيدي الاثناء على الشاشه صور الطلاب اتليين واللبنانيين يلي عم يرفعوا الرسمات المشتركه. يعني عم نشوف اهميه يعني تخطي هيدي المرحله، تاثير جائحه كورونا، شو لمستوا من خلال هيدا التعاون؟ شو قالوا الطلاب من خلال الرسومات؟ Questi hanno dato dei messaggi, i bambini, di grande respiro di amicizia. Soprattutto sembrano fatti tutti dagli stessi mano. Quindi il bambino di Beirut ha disegnato la mascherina, la distanza nelle scuole. Qualcuno ha messo anche delle lacrime. E qualcuno ha messo addirittura un mondo con un'intera mascherina, però con i messaggi tutti insieme ce la faremo. E quel ولد عبر عن رأيه بطريقته، منهم رسموا الأشخاص مع ماسك، ومنهم رسموا الماسك كاملا بكل العالم، كل واحد عبر عن طريقته كيف عايش البانديميا يعني.
الرسم مرسوم المطرحين، اثنين للاولاد واثنين للدو ارتيست اللي كانوا عم بيدعموهم بين لبنان وبين ايطاليا. يعني كثير حلو هيدا التبادل يلي عم نشوفه ويلي حضرتكم عم تذكروه ايضا. سعاده الانصل جوزيف مهنا والسيده ناديا دي لاتساري، بون لافورو ا توتي اي سالوتي دي دي ليبانو دي بيروت. غراتسي سالوتي دا فينيسيا. السلام عليكم من فينيسيا. Grazie. شكرا لكم لوجودكم معنا. President of Association Pesce di Pece di Pace ناديا دي لاتساري والأنصل جوزيف مهنا على كل هيدي التفاصيل، شكرا لكم. مشاهدينا مع هيدا التبادل الثقافي التلياني اللبناني مع أطفالنا يلي بحقلن يحلموا بحقلن دايما يكونوا عم يرسموا كل طموحاتهم، وكل هيدا التبادل الثقافي اللي إن شاء الله بترجع بيروت مدينة ومنارة الثقافة مثل دائما. المزيد من الثقافة وعودة للمسرح أيضا، ولكن بعد الفاصل بلقاءات وتفاصيل إضافية من برنامجنا No Zapping. خليكن معنا. لعل وعسى عمل مسرحي بيرجع الحياة للمسرح اللبناني من بعد جائحة كورونا، من بعد الإقفال، من بعد هيدا الإقصاء عن الحياة الثقافية. شو حلو نسمع هيك خبر الليلة، عرض الأفان بريمير المخصص للصحافة، وبكرة بينطلق العمل على مسرح دوار الشمس، كتابة وإخراج كريستال خضر، والبطولة للنجمتين حنان الحاج علي ورندا أسمر يلي معهم. منروح لذكريات المسرح بفترة الحرب، لذكريات العمر يلي بيختصرون بهيدا العمل. تفاصيله منحكيها مع نجمة العمل الممثلة حنان الحاج علي. صباح الخير. أهلا، صباح النور وشكرا على الاستضافة. يا هلا ست حنان. لما نحكي عن هيدي الفترة، نحكي عن الإقفال، جائحة كورونا، كل ما يمر في البلد فعلا اشتقنا للمسرح، اشتقنا انه نرجع نضج على خشبة المسرح. قد هيدا الشيء بيعني لك على الصعيد الشخصي بعودة المسرح بعد كل هيدا الفترة؟ قد هيدا الشيء هيك في فرح وفي حماس ايضا؟ في فرح وفي حماس وفي مسؤولية، لأنه هالقطاع متروك ومهمل، وسياسيين بيتخانقوا على كل شيء الحمد لله وقت بتجي قصة الوزارة، إلا على الثقافة بياخدوها هيك على أحاطة مثل ما بيقولوا. فهي مسؤولية حملينا نحن على كتافنا كأفراد وكمجموعات مستقلة، وما بعرف يعني مش بس يعني بدنا نفرح إنه نحن عم نعرض، بدنا نشوف شو بدنا نعمل بالقطاع ككل، لأنه مثل ما بتعرف حضرتك إنه بهالفترة يعني في كتير فنانين وكتير فضاءات ثقافية يعني وصلت على شفير الهاوية، وفي ناس مش قادرين يكفوا يعيشوا مثل ما لازم. بس بكل الأحوال مثل ما بيقولوا نحن هلأ مستعدين نرجع بكل حماس، وكتير مبسوطين لهاللقاء الحي مع الجمهور، ومبلشين بثلاث عروض بالأول، وبعتقد أنا أكيدة أنه رح نرجع نعيدها ونعمل عروض أكتر، وأوريدي مبرمجة برا يعني مبرمجة بكذا. رح نحكي عن هيدا الموضوع، اسمحي لي انطلق من العمل بحد ذاته لعل وعسى. عمل قائم بظل الحرب الأهلية اللي كان المسرح قائم وآخذ بدوره يعني صورة خاصة، وخاصة بشارع الحمراء. اليوم يعني بهيدا الوضع، بظل هذا الوضع، كيف منوصف اليوم حالة المسرح قبل ما نفوت على جوهر ومضمون ومضمون العمل؟ اليوم كيف فينا نعمل هالمقاربة ما بين المسرح قبل والمسرح اليوم، وخاصة بظل كل الظروف يلي مر فيها لبنان؟ بقى المسرح صامد بصعوبة أكيد، ولكن بقى بمكان ما حاضر ومتنفس صغير للفنانين ولا أيضا المشاهدين. يعني مثل ما لاحظت حضرتك أنه مجرد ما يعني صار في إشارة أنه المسارح فتحت، في دغري في ثلاث أربع أشياء عملوا، يعني بلش مع شادي الهبر مسرحية ألفة خطار، وبعدين إجا علي شحرور، وهلأ نحنا، وبذات الوقت بذات ثلاث أيام في مسرحية كوريغراف ورقص بمسرح المدينة،
ويعني العروض تتوالى، يعني معناتها أهل المسرح مش موقفين، يعني عم يشتغلوا عم يتعبوا بالرغم من كل الظروف الموجودة. ونحن بنعرف إنه الآثار يعني مثل وقت الحرب، يعني نحن وقت الحرب وقت علقة الحرب الأهلية كان في مخزون من الأشياء اللي تراكمت ونبنت، والمسرح اللبناني كان حيوي جدا وقت الحرب، على عكس ما كان يقال إنه لا رماد ورجعنا طلعنا من رماد والآخري. هلأ الحيوية موجودة، الإبداع موجود، الخميرة موجودة، طبعا في الشروط المادية، وبعدين قصة هل المسارح القليلة المحترمة الموجودة بالبلد هتقدر تضلها فاتحة ولا لا، هذا هو الرهان. وللحسن الحظ انه بعد في يعني في كم عدد محدود من المؤسسات الثقافية اللي بتدعم الفضاءات بتدعم الفنانين، اللي هي لولاها صدقني كان سكر كل شيء. فالرهان هون، يعني نحن حيوية فيه، إبداع فيه، موهوبين فيه، إنما الشروط البنية التحتية والشروط الأساسية لأنه هالقطاع يستمر، هيدي بدها سياسة ثقافية لمرة تنحط بالحد الأدنى، صدقني بالحد الأدنى، لحتى هالإبداع ما يضطر نصه يهاجر أو نصه يوقف. نعم ست حنان، اليوم لما نحكي عن هالعمل يلي هو من كتابة وإخراج كريستال خضر، وأيضا بركز على هذا المخزون يلي حضرتك وأيضا سترندا أسمر بتحطوه بهذا العمل، خبريني شوي عن مضمون لعل وعسى، عن المكان اللي رايحين له، عن هالمشوار الثقافي الفني يلي رح نروحه بخلال هذا العمل. الأساس الفكرة هو اهتمام الجيل الجديد الممثل بكريستال خضر بأنه يعني الذكرى الفنية عنا ما تضل يباب، ما تضل مش موجودة. مثلا كريستال شايفة كم عمل من قبل، يعني من بعد الحرب، يعني مثلا حاضرة مسرحية بالتسعينات وسامعة، وهي كشخص عندها حشرية عارفة يعني مطلعة، بس بذات الوقت بتلاقي انه ما في ترانسميسيون دو سافوار، ما في نقل، ما في تواصل بين الأجيال. وحبت انه تعمل مسرحية ماتر ألونور تشرف هالذاكرة المسرحية باختيارها، لما السلتين بلشوا يشتغلوا مسرح بأحلك الظروف بالحرب الأهلية وكفوا كل الحرب عم يعطوا، ومش بس هيك لما وقفت الحرب قدروا يستمروا بالرغم من كل العوائق والمشاكل. فيعني هاي هي الفكرة اللي أنا دفعتني بشكل أساسي أنه اشترك بهالعمل. وكتار بيقولوا لي خطرتي مع مخرجة جديدة، قلت بقلهم ألا إيه، ما الممثل إذا ما بحط حاله بخطر، بس خطر محسوب، لأنه أنا كريستال شايفت لها عملين ثلاثة بعتقد ومقتنع فيها عندها شيء، وأنا بحب كتير قطعتها مع الجيل الجديد. فمن هون دعينا زميلتنا رندا، والحقيقة كانت يعني أكتر اكتشفنا أنه ممتعة وضرورية هالرحلة اللي قمناها في سوا، لأنه صدقني حتى الواحد ذكرياته أوقات بينسيها. يعني قعدنا فترة طويلة نشتغل على الارتجال، على استحضار الأعمال اللي عملناها، على تذكر تفاصيل عشناها شخصية ومسرحية، وبالآخر عملنا هالباقة. وإن شاء الله طبعا يعني اللي منقدمه كتير بيعطي صدى مع اللي عم نعيشه هلأ طبعاً. فإن شاء الله يا رب الجمهور بس يجي يحس ذات الشيء كما نحن حسينا، أكيد رح يحس، لأنه في أمانة، في صدق، في شغف بيلي عم بتقدمه. شو التحدي الأكبر يلي واجهكم بخلال مرحلة نسج هذا العمل لحتى تكونوا عم بتقدموه الليلة بالأفان بريمير وينطلق للجمهور بكرة؟ التحدي الأكبر هو إصرارنا وإرادتنا على تخطي الظروف. وكذا مرة وقفنا، يعني إحنا صرنا سنتين ونص عم نجرب نعمل مسرحية، وكل ما نجي نقرب للإفتتاح يصير شيء، كل ما نجي نقرب يصير شيء، نضطر نوقف. ولكن هالتوقف كان يدفعنا أنه نجرب أكثر، نرجع نتعاطب الأسئلة اللي بعدها بترن براسنا، لأنه بتعرف مثل كل فنان بيضل يقول لا بدي أعمل أحسن، بدي في هالشغلة مش كتير مزبوطة، بدي أوصل لأبعد. فهالشي سمح لنا أنه أكثر شيء نرجع نشتغل على النص، ويعني هيك يتبلور ويختمر
وبعدني لهلا بقول انه لو في عنا وقت كمان بنروح لابعد. بس على كل حال هالثلاث عروض راح تكون مثل تجربه مع الجمهور، وانا متاكده انه مش حنوقف شغل على على العروض من هلا لنبلش جولتنا طبعاً. يعني حيضل الشغل مستمر طبعا. نحن يعني اكثر من مبسوطين واكثر من فخورين بهذا العمل مع انطلاقته بهذا الويكند على مسرح دوار الشمس ببيروت. اليوم دعم الانتاج، التحديات الانتاجيه هي جزء اساسي، ومثل ما ذكرت يمكن غياب الدعم الرسمي للقطاع الثقافي والفني مع الأسف عم نقول لهيدا الموضوع يمكن عم بيؤدي لدعم خارجي. اليوم هيدا العمل المسرحي اللي مدعوم من أفاق، الصندوق العربي للثقافة والفنون، اليوم أدي المسرح بحاجة لهذا الدعم؟ أدي اليوم الصرخة الفنية الثقافية هي اللي لازم تعلى، وهي خلاص مش بس للبنان إنما للعالم العربي كله يلي اليوم يغرق بالمشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وسواها، وعم ينسى ببعض الأحيان أنه يرتقي بالفن والثقافة؟ يعني مش سر، كلنا بنعرف أنه لولا دعم هالبعض المؤسسات الموجودة، يعني إذا ما بدي بالغ 90% من الحيوية الفنية اللي اشتهرت فيها بيروت ولبنان بيوقف. طبعا هالشيء بيطرح علينا تساؤلات وتحديات، انه طب نحن بلا هالدعم شو بنعمل؟ ولكن بضل في اعمال، يعني مثلا هلا بدي اذكر فادية التنير، الفنانة والمهرجة فادية التنير، هلا عاملة عرض ببيتها، عرض لذيذ جدا وبدون اي دعم من اي حدا. يعني بضل في فنانين موهوبين يقدروا يعطوا، ولكن نحن عم نحكي على صعيد بلد، والاستمراريه ما ممكن تكفي بهالشكل، ما ممكن تكفي بس بدعم على 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 صحه الفنان وعلى ارادته وعلى بعض الدعم اللي بيتقدم من قبل المؤسسه الثقافيه. مثل ما قلت لك القصه بدها اعاده نظر جذريه، وبعتقد الشيء النداء اللي الشعب الكبير اللي قام من شمال البلد لجنوبه ومن شرقه لغربه لاعاده نظر ببناء الدوله ككل، يعني لبنان كله ما بقى فيه يستمر هيك، مش بس الفن والثقافه. فمشان هيك انا بقول الشغله بدها اصرار، بدها صبر، بدها واحد يكون نفسه طويل ومش يقعد يستنى، بده يشتغل كمان. يعني نحيد مسؤوليتنا، لانه اللي وصلنا له هلا نحن قلنا كناس علينا مسؤوليه، يعني طبعا. الناس هلا مسؤولين عنا، نحن جبناهم، فبدنا نعيد النظر بكل شيء وبدنا نرجع نبني من اول وجديد. نعم ست حنان، لما نحكي عن مشاركتك خشبه المسرح مع ممثله ايضا من كنلا كل الحب وكل الاحترام، ممثله موهوبه وشغوفه بعملها، شو المتعه بالعمل مع رندا اسمر، وكيف هيك مع بعض عم بتكونوا هيدا الدويو اللي رح نشوفه بخلال هيدا العمل؟ يعني ما فيك تتخيل قديش فرحتي كبيره انه انا ورندا عم نمثل اول مره على المسرح. يعني مسيرتنا بلشت سوا من الحرب لهلا، طبعا كان بيروت مقسومه، والمسرح بالغربيه كان عنده مقومات، مسرح بالشرقيه كان عنده مقومات، انما كان في اشياء مشتركه بتجمعنا بدون ما نحس. وهلا عم نختبر فرحه انه نكون سوا، انه نكتشف بعضنا، يعني ناخذ من 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 غنى بعضنا. وكل وحدة صدقني كانت غيورة على انه الثانية تطلع بافضل حلة لها. ونحن مع كريستال كان كل همنا العمل، العمل العمل اولا واخرا. وبعتقد هيدي الاتيتيود، هيدا الموقف من قبلنا، انه ما نفكر بالايجو تبعنا نحن انه كم مسلات كيف بدنا نطلع وبس، لا بدنا نفكر بالدرجة الاولى بالعمل بالمضمون بالجمهور اللي جاي يحضرنا. وبعتقد انه فرصة ثمينة جدا، وانا كتير مبسوطة انه كان الحظ اشترك فيها. حكي الحال نيلنا نحن بهيدي الثنائية من توقيع كريستال خضر، وتحية كبيرة للفنانة النجمة رندا أسمر. ست حنان، اليوم عم بتقيموا هيدا العرض من بعد يعني إعادة فتح البلد تدريجياً،
كمان أكيد رح تكونوا مراعيين الإجراءات الخاصة بكورونا، أداء قدرة استيعاب المسرح رح تكون كيف من خلال التنظيم رح تقدروا تكونوا محترمين هذه القواعد؟ الحقيقة في تدابير صارمة، يعني ما ممكن أبداً نكون بس فنانين وننسى دورنا كمواطنين. إحنا علينا مسؤولية تجاه أنفسنا وتجاه الآخرين، ففي تدابير صارمة، في علب ماسكات رح تكون موجودة على الباب حتى اللي ناس يجيب ماسكه لأنه ممنوع حدا يفوت بدون ماسك، في معقمات، وحتى رح نفتح أبواب المسرح. هون بذكر أنه هاي المسرحية على الستة، نحن قصدنا تكون على الستة لأنه مثل ما قلت لك في عرض تاني لشاب يعني صاعدة موجود بالمسرح المدينة، مشان نقدر الجمهور اللي بده يحضر المسرحيتين نقدر يحضرون. فبنفتح الأبواب تقريبا على الستة إلى الثلث حتى كمان ما يكون في ما يتجمعوا الناس ويصير النفس موجود بكثرة، فبيفوتوا من أول ما بيفوتوا بينزلوا بيقعدوا بالمطارح برياحة المطرح اللي بدهم إياه، وهيك بنكون طبعا في تهوئة خاصة موجودة بالمسرح، مش بس اير كونديشن، يعني في تهوئة خاصة كرمال يضل الهواء يتنقى، والمسرح رح يستوعب بس 50% حسب تعليمات وزارة الصحة. طبعا كل هيدا التدابير للعرض المسرحي وانطلاقته لعل وعسى على مسرح دوار الشمس. كل الأشخاص اللي بدهم ياخذوا تيكتس أو يحجزوا شو لازم يعملوا؟ ببساطة بمكتبة أنتوان رح أقول لهم للأسف ولحسن الحظ نهار الجمعة فول، بيبقى عندكم نهار الأحد، يعني في جمعة وسبت تقريبا صاروا رايحين، النهار الأحد بعد في كم محل، فيلا لحقوا حالكم نحن ناطرينكم. أكيد منرجع من جدد الدعوة مسرحية لعل وعسى من إخراج وكتابة كريستال خضر بطولة حنان الحاج علي ورندا أسمر. مبروك للمسرح اللبناني هيدا العمل يلي بينطلق بكرة للجمهور الليلة بالأفان بريمير. ست حنان الحاج علي شكرا لوقتك، يعطيكم ألف عافية، أنا بشوفك الليلة بالأفان بريمير وي كانت ويت أنه نحضر العمل، نفتخر فيكم ومنحبكم، شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا لك ولتلفزيون لبنان. اهلا وسهلا فيك الممثله حنان الحاج علي. لكن مشاهدينا احجزوا وتوجهوا على المسرح مسرحيه لعل وعسى على مسرح تورنوسول دوار الشمس بوسط العاصمه بيروت. منتابع نحن وياكم بصبحيتنا تفاصيل اضافيه، موضوع متعدده ومواضيع متعدده بينضموا لنا مع زميل بشاره مارون، ولكن بعد الفاصل نو زابينج، خليكم معنا. صباح الخير لكل مشاهدين، أحلى صباح، برحب فيكم بحلقتنا لنهار الخميس. بهالقسم بستقبل الدكتور المهندس محمد علي الجنون رئيس جمعية أرزونا لنحكي عن مؤتمر الاقتصاد الأخضر في خدمة البيئة العربية اللي بتنظمه الجمعية يوم 5 و6 حزيران 2021، وهو رح يكون بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة. صباح الخير دكتور محمد. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك بأحلى صباح. قبل ما نحكي عن المؤتمر وفعالياته وموضوعه لنحكي شوي عن جمعية أرزونا ونعرف المشاهدين عليها، أنت تأسست هالجمعية وشو أبرز أهدافها؟ أول شيء بتشكر استضافي من تلفزيون لبنان تلفزيون الوطني. الشغلة الثانية فعلا صباح حلو أكيد بوجودكم. شكرا، إحنا دايما أكيد بهمنا نضوي على كل المواضيع البيئية والاجتماعية لأنه هي أساس ببرنامجنا. أكيد نحن اليوم عم نحكي بيئة، يعني عم نحكي حياة. جمعية أرزونا تأسست ب 22/12/2009، عم نحكي من 12 سنة تقريبا. حبينا نحن نحط أول شيء الشعار تبعها هو أرزي، نعم، وطني وبيئة بنفس الشيء، على اسم أنه هي أرزونا، نعم. هذه تعنى مباشر بمواضيع البيئية بشكل عام وبمواضيع الشباب، فهي سلوغن تبعها أرزونا للشباب والبيئة. النشاطات اللي نحن عم نشتغل عليها محددة بالدومين اللي أنا عم بحكي فيه. البيئة نحن بنحكي فيها بمجال طبعا أنهر بحار أراضي، استحصال تجهيز واستثمار الأراضي لحتى تكون قابلة للزراعة بشكل صحيح. عم نحكي عن عمليات التنظيف بمجالات المختلفة للمياه اللي موجودة بلبنان، بحار وأنهار. عم نشتغل بموضوع تنظيف الشواطئ، حتى الرمل، عملية نخل الرمل، حتى إذا كان المواطن عم ينزل على المحلات الشعبية ما يقدر ينأذى يدعس على شي شوك أو خشبة أو شي من اللي الناس اللي كانت تركتها.
البلان تبعنا نحن انه مش بس نحن نظفنا شط، لا بالعكس نحن كنا عم نطلب دائما انه نحط مستوعبات للنفايات، مش بس انه نظفنا لتكون حلول مستدامه بمحل. بالضبط، نحن كل شيء بنشتغله بنشتغل بمجال الاستدامه له، مننظف ثاني يوم نلاقي زباله موجوده، فنحن قبل ما ننظف بنطلب من الجهات المعنيه يحطوا مستوعبات للنفايات، بعدين بنعمل حمله التنظيف لحتى نضمن استدامه نظافه الشواطئ. بنروح على مجال التجير، حملات التجير. بال 2010 نحن بلشنا بعنجر، كان في تله جبل قافله جدا للاسف ما فيها اي شيء قاحله، بلشنا فيها ب 500 شجره صنوبر، اليوم بتتخطى ال 60,000 شجره صارت موجوده. عمليه الزراعه اللي عندنا نحن ضمن طبعا اللجان المختصه اللي موجوده، مش هيك بنطلع بنزرع عشوائيا، قبل ما نعمل عمليه الزراعه طبعا بنرجع بنكرر عمليه الاستدامه. نعم. وعمليه الدراسه بنشوف الارض هي بحاجه لاي نوع من نوع الشجره اللي بيقدر يعيش فيها، بيقدر يتكيف مع البيئه مع الطقس مع نوع التربه اللي موجوده، على اساسها بنبلش عمليه التشجير تاعتنا، بالاضافه لتامين الجهه اللي بتامن الري لها. نعم. ولا نحن بنزرع بعد فتره بنلاقي هالشجر يبس والشغل كله راح الفاضي. اليوم هالجمعيه مبنيه على العمل التطوعي، في متطوعين كلياته تطوعين، نحن معنا توظيف بالجمعيه، الاعضاء هن اساسا موظفين عندهم مجالاتهم اشغالهم الخاصه، وفي عندهم وقت مخصص للجمعيه بالاضافه لعدد المتطوعين الموجودين بهذا الدومين. نعم. دكتور محمد عم بتقول انه الجمعيه تاسست بال 2009. نعم. كان افضل الوضع بيئيا بال 2009؟ نحن كل ما عم نتقدم بالوقت كل ما الوضع البيئي عم بيسوء، يعني بعض الاحيان بيقولوا رب الضاره النافعه، يعني بسبب جائحه كورونا اللي صارت الارض مثل ما قال البعض انه رجعت تنفست، الثقوب اللي كانت بطبقه الاوزون رجعت تسكرت، اليوم في اشجار رجعت ظهرت، نبات رجعت بينت، في عنا كتير اشياء، يعني إذا بنطلع نحن برات بيروت نوصل على الحازمية كنا نشوف غيمة سودة فوق بيروت. صح، نسبة التلوث خفت، نحن ما بقى عم نلاقيها. نسبة التلوث بشكل عام مش بس بالهواء، حتى بالمحيطات، حتى بالأنهر، حتى بمجالات مختلفة، صارت الناس عم بتشم هواء نظيف نحن فينا نقول. نعم. فهيدي كورونا يعني طلع منا على القليل شيء ايجابي، يعني نشوف الناحيه الايجابيه من بالزبط. الموضوع نشوف النص الملان من الكبايه مثل ما بيقولوا. كنا عم نحكي انه برعايه المنظمه العالميه لدبلوماسيه التطوع والتعليم عم بتنظموا مؤتمر الاقتصاد الاخضر بخدمه البيئه العربيه، رح يصير بمبنى الاتحاد العمالي العام بكورنيش النهر ببيروت ب 5 و6 حزيران. نعم. لما نحكي عن اقتصاد اخضر عن شو عم نحكي بالتحديد؟ شو مفهوم الاقتصاد الاخضر؟ الاقتصاد الاخضر عنوان كثير كبير، نحن طبعا ما حنقدر نحصر المحاور المحددة بكل شيء اسمه اقتصاد أخضر. نعم. ارتقينا نحن كلجنة منظمة لهذا المؤتمر، وبحب أن أوجه الشكر للجنة كمان نشكرهم بنهاية الحلقة. حددنا 12 محور ممكن نحن نحكي فيهم الأكثر أهمية. نحن بلشنا نحكي أول شيء على المباني الخضراء. اليوم بتعرف أنه واحد بيعمر بيت ما بيعمل فيه خطة خضراء لتنفيذ المباني، بتلاقي أنت بتقعد ببيتك بس ما في هواء، تطلع على البلكون بتلاقي فيها عندك برا في برود بس ببيتك شوب. في طريقه تقنيه فنيه للبناء موجوده، مش نحن بس برا او لا بلبنان موجوده، لكن هذه بتدخل ضمن التنظيم المدني. نعم. ما عندنا طريقه هندسيه ثابته للمباني الخضراء، بنقدر نحن نعمر باتجاه الريح بشكل انه البيت يبقى مهوي، بنقدر نحن ان نضيف عليه المواد الخضراء ان كان نبات ان كان اشجار ان كان اي شيء بيقدر نعمل له حياه. نعم. لهيدا يعني هذا الجرين بيلدينج اذا بدنا نقول هو جزء من الجرين ايكونومي او الاقتصاد الاخضر، هو نفسه هو ذا سيم، هو هذا نوع من الانواع. اذا بنلاحظ نحن بنزور بعض الاحيان مثلا صرح كبير، بس نفوت بنطلع بنفتش الهواء البارد من وين جاي، بنلاقي لا في مكيفات. نعم. ولا في مراوح، هو هذا مبني بطريقة خضراء، طريقة مباني خضراء بشكل أنه الهواء بيعمل سايكل بقلبه، بيبرد الجو، ارتفاع السقف، طريقة توجيه المبنى مع توجيه الرياح بيقدر بيطلع عنا مبنى أخضر. أكيد نحن ما عم نفوت بتفاصيل شرح مفصل. نعم. نحن عم نحكي فكرة بشكل عام. في عنا محور تاني يلي هي فرز النفايات الصلبة بالمدن. منلاحظ نحن إذا بنحكي على صعيد بيروت والمدن التانية في عنا مشكلة بفرز النفايات الصلبة. في عنا كمان دراسة صارت بالدنمارك، صارت بالسويد، حنقدمها هي ذاتها ببيروت، كمان بالشراكة مع عضو من عضو بلدية بيروت مهندس محمد سعيد فتحة ويقدم هالسيشن هاي، طبعا بناء على خبرة هو اكتسبها وشافها وعاش التجربة،
يطرح هاي التجربة لحتى يكون في تبادل حوار وتبادل مثل ما بيقولوا معلومات هامة بهالموضوع. يعني كل نواحي الاقتصاد فيها تكون بمحل صديقة للبيئة أو جرين. نعم، حيكون عندنا كمان محور هو الاقتصاد الأخضر، أو منحنا نشوف كيف هالاقتصاد بيدعم العمل البيئي أو العكس. هذا الاقتصاد اليوم نحن أي شيء، يعني إذا منلاحظ نحن اليوم المزروعات تعيتنا لما وقف تصديرها للخارج، هاي هذا مش أخضر هو أساساً؟ هو هذا مش نوع سمر، نوع حشايش، نوع فواكه، نوع الأغراض الموجودة اللي عندنا، الثمار اللي موجودة، هو هذا استثمار أخضر بالنهاية. لما يوقف تصديره للخارج هذا مش أثر على الاقتصاد اللبناني؟ بطبيعة الحال هو هذا أثر كتير سلبي، حتى ممكن يعني يؤدي لأشياء كوارث فيها بصراحة. فالاقتصاد اليوم كمان لما نحكي اقتصاد أخضر، من ضمن الدعم تبعه هو المزروعات، هو التصدير، هو الأنواع هيدي، هو احتمال يكون موضوع استعمال المحور الآخر هو النقل الهجين. نحن اليوم نشوف التلوث اللي موجود عن طريق السيارات اللي بتستعمل إن كان البنزين أو الغاز، أو بنحكي مثلا على المازوت أو أي وسيلة أخرى. في اليوم بلشت الشركات تعمل سيارات هجينة هي عبارة عن بطاريات، في بطارية لمولد أمامي، بطارية لمولد خلفي، وعم تمشي حتى عم بتضاهي السيارات اللي بتمشي على المحروقات. نعم، وعم تمشي مسافات وسرعات 100% صديقة للبيئة، لأن بتخفف تلوث لحد كبير. يعني هي بصراحة مش بتخفف تلوث، هي بتلغي التلوث اللي موجود، لأن هي ما بقى في عندها انبعاثات سامة. نعم، عم تطلع منها، هي مجرد عم تمشي على البطارية بس. حتى عملية التشريش تاعيتها هي عن طريق الكهرباء. مش بس نحن بنوقف على السيارات، نحن بنحكي على كل شيء اسمه وسيلة نقل. يعني نحن لبنان بيمتاز اليوم كل الساحل تبعه على البحر المتوسط. نحن إذا منلاحظ نحن ما في عنا نقل بحري. نعم، اليوم إذا نحن في عنا عبارات موجودة مثل أكثرية الدول، إن كانت نامية أو كانت متقدمة أو أي شيء اللي كان الليفل اللي عم نحكي فيه، في عنا عبارات. طب نحن ليش ما بيكون في عنا مشروع بينقل مثلا من أقصى جنوب لأقصى شمال عن طريق البحر؟ ما موجود عنا، وهذا صديق للبيئة. إذا بنحكي نحن بمجال الطاقة، المعامل الكهرباء، في كتير مجالات لحتى نحن نستثمر الثروة المائية الموجودة عندنا، إن كان عن طريق الأنهر أو حتى عن طريق البحار أو حتى الأمواج. نعم، هذا كله ياتي أشياء صديقة للبيئة. في عندنا محاور تانية اللي هي الطيور المهاجرة ودعم كمان للإقتصاد. بتدخل ضمن الاقتصاد الأخضر؟ طبعا أكيد. نعم، في ناس مثلا ما بتعرف قيمة الطير المهاجر من منطقة لمنطقة، خصوصا لما يمرقوا عن طريق سلسلة لبنان على الخط المعتمد. صح، وجزء مهم من كل هالإيكو سيستم اللي نحن عايشين فيه. بالضبط. موضوع آخر مهم جدا، نحن عم نضوي على موضوع استدامة إصلاح الأراضي الزراعية. اليوم بيروت للأسف والمدن الأخرى أصبحت بلوكيات بطون. نحن ما عنا منفس أخضر، يمكن في عنا بس حرش بيروت اللي باقي، بس منفس أخضر ما في إن شاء الله يبقى. المدن الأخرى والأرياف عم تبلش شوي شوي هالأراضي تلتغى ويعمروا محلها. لا، نحن مطلوب نبقى نحافظ عليها للأراضي، نعطي الناس فكرة كيف بيقدر يستثمر، حتى لو كانت الأرض بور كيف بيستثمرها، بتصفي أرض صالحة للزراعة، شو نوع الزراعة اللي بيعيش بهالتربة اللي عنده، مش أنه هو زرع مثلا المنتج اللي عنده ما نجح، لأن هو بيكون عمل دراسي قبل ما يحط. لما كل هالأمور دكتور بدأ توجيه، بدأ يمكن سياسة على مستوى المؤسسات. نحن ما بننظر مثل ما حكينا سابقا بالموضوع السلبي. إذا اليوم في المؤسسات أو الجهات المعنية ما عم تعمل توجيه، ما عم تعمل توعية للمجتمع للمواطن، نحن ما منجي منوجه لهم انتقاد سلبي. نحن منشتغل على موضوع استدامي، منشتغل على موضوع إيجابي، نحن منقوم بهذا الدور. نعم، نقدر نعمل توجيه، نقدر نعمل توعية، نقدر نحن نعمل نقدم أي مساعدة. طبعا نحن مش كل شيء نحن الوحيدين اللي موجودين، طبعا في جهات كتير موجودة عندها أفكار يمكن أحسن منا، عندها رؤية استدامة متطورة أكثر من اللي عنا، بس نحن دائما بنستعين بالخبراء اللي موجودين اللي عم يحكوا ويعطوا هالأشياء كلها المهمة. نعم، على كل حال يعني مفهوم الاقتصاد الأخضر أول ما ظهر بداية التسعينات، يمكن باثنين وتسعين مع ريو إيرث ثامت أو كومة الأرض اللي صارت بريو دي جانيرو. نعم، كان الهدف منه هو التنمية المستدامة والتفكير على اللونج تيرم، مثل ما بيقولوا دائما، مثل ما كنت عم بتقول منفكر بالاستدامة. قد إيه نحن فعلا مفتقد لهالنظرة بلبنان؟ نحن ما منفتقد للنظرة أبدا، نحن منفتقد لتنفيذها بكل بساطة. يعني كل هالأمور اللي ذكرناها بدها بنية تحتية. صحيح، النظريات موجودة، الدراسات موجودة، بس نحن بدنا تطبيق. نعم، يعني وتمويل يمكن بدنا بمحل بدنا نحكي منطق. نحن أبدا ما بدنا تمويل. في كتير أشياء عم يجي لها تمويل مرة واثنين وثلاثة وعشرة بس ما بتتنفذ. نعم،
نحن إذا نفذنا الأشياء اللي عنا رؤية فيها وعنا دراسات موجودة فيها نحن ما عنا أي مشكل، نحن نقصنا بس تنفيذ. نعم، المؤتمر بيحمل عنوان الاقتصاد الأخضر في خدمة البيئة العربية، إنما أكيد في تفاوت بين بلد عربي وآخر. اليوم لبنان فينا نقارنه ببلدان عربية أخرى من حيث الاقتصاد الأخضر والاهتمام بالبيئة؟ بشكل عام العالم العربي مقسوم لعدة أقسام. نعم. حسب موقعه الجغرافي وحسب نوع التربة اللي موجودة فيه وحسب وجوده، إن كان إذا عم نحكي كعالم عربي بإفريقيا ميلة الصحراء جنوباً أو حتى على البحر المتوسط. يعني صعب شمل هالمنطقة كلها برؤية واحدة. أكيد ما بتنشمل كلها بنوع واحد. نحن هذا مؤتمر عربي، بصراحة نحن وجهنا دعوة لكل الوفود العربية، وفي عنا تسجيل من 18 دولة عربية لحضور هذا المؤتمر، لكن بسبب طبعاً نحن عارفين إقفالات بعض المطارات وبسبب جائحة كورونا وبسبب الأوضاع اللي حصلت بآخر وقت أدى هيدا الشيء لمنع إمكانية مشاركة أكثر الوفود العربية معنا بالمؤتمر. هو رح يكون بشكل حضوري يعني؟ طبعا هو بشكل حضوري نحن عاملينه. القاعة حجمها كتير كبير، في تباعد اجتماعي، في كمامات، في معقمات، نحن في متر ونص مينيموم بين كل شخص والآخر. هو حيكون لكتشر أكثر من أنه هو بس مجرد محاضرات، حيكون في حوار بين المدرب أو بين الخبير اللي عم بيحكي وبين الناس الموجودين معنا. في أكيد توصيات نهاية المؤتمر، وحنحنا حنتابع شو حصل بالمؤتمر الأول وشو نفذنا منه بهذا المؤتمر الثاني. اليوم هيدا الدورة الثانية للمؤتمر، مثل ما ذكرت، شو الفرق بين موضوع هالمؤتمر والدورة الأولى؟ نحن ما فينا نقول شو الفرق، نحن بدنا نقول المؤتمر الأول حصل فيه توصيات، التوصيات ما حبينا نحن أن تكون حبر على ورق. نحن هذا المؤتمر هو فعلياً حيكون من 3 إلى 7 حزيران. نعم. مش بس 4-5. نحن بثلاثة الشهر عنا استقبال وفود العربية المشاركة، بشهر 4 حيكون في عنا اجتماع خاص للوفود العربية بالإضافة لدراسة ومتابعة التوصيات اللي حصلت بالمؤتمر الأول، شو تنفذ منها وشو لا، شو الأشياء اللي نشحت بتنفذ منها بسنة ولا لا. هي بتكون عادة طويلة الأمد التوصية؟ لا، هي سنوية مطلوب تكون. في أشياء بتكون إلى استدامة مع بعض تعديل بعض البنود اللي فيها. نعم. وفي بعض الأشياء بتكون فيك ثابتة لأن هي غير قابلة للتعديل، لأن هي الأشياء بتكون ما بتتطور. نعم. في عنا طبعا من بعد ما نخلص هاي الأمور كلياتها في عنا منجي للجمعة والسبت يلي هني الفعليا الشغل. نهار السبت طيلة النهار من الساعة 9 الصبح لأربعة بعد الظهر حيكون في 12 حوار، موجودين 12 خبير. نهار الأحد حيكون في عنا تنفيذ لبعض الأشياء اللي حكينا فيها، حيكون عنا جولة سياحية بقلعة رشية، حنزور السوق تبع رشية، حنعمل للوفود العربية بما أنه نحن اقتصادنا أخضر حنعمل لهم فطور كروي. هذا مهم لأنه عم نستقبل وفود من خارج لبنان. أكيد، حتى لللبناني كمان. نحن بلبنان بعض الأحيان منسافر للخارج بيسألون عن مناطق سياحية بلبنان نحن ما بنعرفها. وأهمية السياحة الداخلية يمكن هلأ ظهرت مع جائحة كورونا، صرنا مضطرين يمكن نعمل سياحة داخلية. نحن عنا إياها سابقاً. نعم. السياحة البيئية، ونحن مننظم مؤتمر ثابت بالمغرب عنوانه مؤتمر عربي للإعلام السياحي، كل بلد عربي بيعمل إضاءة على السياحة بقلب بلده. فنهار الأحد نرجع منكفي البروجي اللي عم نشتغل عليه، نرجع نحن مننتقل لمحمية قفز البروق. في عنا طبعا المحمية هي كتير نظيفة، بس بعض الأحيان في الوراق اليابسة اللي بتقع من الشجر، حنحاول هالمشاركين يشيلوا هالوراق طبعا تحت إشراف القيمين بالمحمية. حنعمل مثل شرح وافي على الغابات والمحميات بلبنان من قبل المحمية إدارتها. بالنهاية حنعمل زراعة لأرزة باسم المؤتمر. يعني ما بيكون بس المؤتمر حكي، بيكون فيه فعل كمان. طبعا أكيد. نعم. هيك بنكون نحن خلصنا سبت أحد يومين. النهار الثاني 7 الشهر نحن منودع الضيوف اللي اجوا لعنا من العالم العربي. المشاركين هن جمعيات من المجتمع المدني ولا وفود حكومية؟ جمعيات مختلفة، كل بلد عربي عنده سياسته وعنده رؤيته لإدارة المجتمع المدني. في البعض منهم هن جهات حكومية، في بعض منهم بيكونوا جمعيات، في البعض منهم أفراد، في البعض منهم مهتمين بالشأن البيئي، في البعض طلاب موجودين ضمن اختصاصات بهمة كتير تتعرف على نوع هالمحاور اللي نحن عم نحكي فيها. طبيعي. إذا اليوم المشاهدين من المشاهدين في ناس حابين يحضروا المؤتمر، هل في مجال يقدروا يشتركوا بهالمؤتمر ولا هو فقط للأشخاص اللي تسجلوا أوريدي؟ بصراحة نحن ضمن التباعد الاجتماعي وضمن التجهيز القاعة، القاعة في إمكانية حنستقبل 300 شخص فيها. نعم. فنحن حطينا على وسائل التواصل الاجتماعي إمكانية للمهتمين إذا بحبوا يشتركوا معنا. حاطين نحن رسم اشتراك اللي هو للأسف اليوم قيمته $20 بس بيوازي 250 ألف،
بنأسف على الوضع الانهياري اللي هذا اللي صارت. هي فعليا هاي ال 250 ألف مش لنا للجمعية، هي عبارة عن تجهيز الأغراض للمشترك، يلي هي الحقيبة التدريبية، يلي هي السلة الغذائية اللي بياخدها أول يوم، اللي بياخدها ثاني يوم مع لأنه المؤتمر على كذا يوم، يعني مؤتمر طويل وأكيد بالضبط مع النقل، وسيلة النقل نحن عم ننقله فيها، لأن طبعا نحن البولمنات ما حنعبيها كاملة، حيكون على كل مقعد في شخص واحد مشان التباعد. يعني هذه بس مصروف هو وجوده بهذا المؤتمر، لأن نحن جمعيتنا لا تتوخى الربح وما بناخد أي مبلغ إضافي عن الرسم اللي هذا الموجود. نعم. بيقدر طبعا يتواصلوا معنا على رقمنا 81 650 700، هذا مخصص للجنة عم تتابع هذا الموضوع، بيسجلوا اسمهم بيبعتوا اسمهم حسب ما بيحبوا نحط لهم اياه على الشهاده، لان الاسم برنتد اوت بيكون اكيد ما بنحط الشهاده فاضي بنهايه لازم ياخذ المؤتمر. نعم. بيقدر يشارك بالمحاور 12، يحاور المتحدثين، بيكون موجود معنا كمان هذا الاحد بالجوله السياحيه، يعني اسبوع حافل فينا نقول اكيد اكيد، وبالعكس مهم جدا. نعم. خلاصه هذا المؤتمر اللي احنا التقينا فيه انه هذا المؤتمر بيعبر عن استدامه حياتنا. نحن اليوم لما نحافظ على الهواء، على الأكسجين، نحكي على البيئة، نحكي على المزروعات اللي نحن عم ناكلها، على الهواء اللي نحن عم نتنفسه، البيئة منها من الكماليات، هي موضوع أساسي، هذا موضوع مش أساسي، هذا الموضوع الوحيد اللي نحن بنحكي فيه لاستدامة حياة الإنسان بالوقت المحدد على الأرض. فكمان نحن بنتطرق لبعض المحاور الثانية. نحن في عنا حنحكي عن شيء اسمه الزراعة بالأوزون، في 10 أشخاص بس بالعالم بيعرفوا هالتقنية هاي، يعني هي عملية الزراعة بالأوزون وعملية التعقيم بالأوزون. كمان في عنا خبير مهندس نبيل بلالي، كان وجه له تحية على المعلومات كتير القيمة وجديدة بالنسبة للناس. لبناني؟ لبناني. نعم. نحن أكيد بنعتز بلبنانيتنا طبعا، وعلى فكرة في كتير أشياء الناس بينتقدوها أنه نحن جبنا خبير أجنبي. نحن لا، هذا تبادل خبرات ومهارات بالمكان. مش بس تبادل خبرات، نحن إذا منفتش على أكترية الخبرة اللي موجودين نحن منلاقي أصوله لبناني. صحيح، لأن احنا منلاحظ أنه اللبناني هو كتير بيفهم، كتير ذكي، كتير عنده طموح، كتير عنده استدامة بمعلوماته، بس للأسف اللبناني بينجح برات بلده عادة، بس مش معناته إذا طلع برات بلده صار عنده أفكار جديدة، لا، البيئة اللي طلع عليها احتضنته وساعدته أنه يطور الأفكار والريادي والمبادرة اللي عنده. أكيد ما نستفيد نحن بلبنان من هالخبرة اللي اكتسبوها المغتربين بالخارج. رح يصدر توصيات عن المؤتمرات، شو توقعات رح تكون لهالتوصيات؟ بصراحة ما في، نحن ما فينا نقول توقعات، لأن التوصيات هي منا شيء فيكس ثابت. من بعد المؤتمر ما يخلص ال 12 خبير رح يجتمعوا مع رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر، ورح نخرج بتوصيات الأهم بالنسبة لنقدر نوزعها للناس حتى تعمم الدول العربية المشاركة عنا. نعم. حتى بالنسبة للمشاركين اللي تعذر وجودهم على لبنان، نحن كل المحاضرات رح نسجلها فيديو ورح تنحط على وسائل التواصل الاجتماعي اللي موجودة عنا ضمن الجمعيات والمنظمات، ورح تنعرض. أكيد هذا مهم لكل شارك، خاصة هذه إفادة عامة بظل الجائحة. نحن ما منحتكر موضوع أو محاور أو برنامج، لأن هو مجرد شخص إذا حضر محاضرة هو عم يحضرها مجانا، هو ما عم يدفع 250,000 للقلة، هو عم يدفع للباكج اللي اخذها مش للمحاور اكيد. نعم. لان هذه المحاور بالنسبه لنا لا تقدر بالثمن، هو الناس خبراء موجودين عارفين حالهم شو عم بيحكوا. بالاضافه للمحاور الاخرى، نحن في عنا عم نحكي على تجارب المانيه اوروبيه بشكل عام، كمان في عنا خبير لبناني الماني استضفناه، حيوصل نهار الجمعه قبل بيوم، رح يحكي عن طريقه المحارق بطريقه صحيحه، كيف بنقدر الموضوع اللي شغل الرأي العام اللبناني لفترة طويلة وقسم الرأي العام اللبناني، اشخاص مؤيدين للمحارق واشخاص بيعتبروها يعني مضرة اكثر من مفادة. نحن بالمؤتمر ما حنحكي على انه نحن حنعمل محرقة او لا، نحن حنعمل إضاءة على ايجابيات وسلبيات المحارق، لان انت اليوم اذا بدك تحكي هذا موضوع سلبي مش بس بنكتفي بالكلام انه هذا سلبي، انا بدي اوضح ليش سلبي. نفس الشيء اذا قلت ايجابي، انا بدي اعمل إضاءة على الايجابيات تاعيته، ما فينا بس نحكي كلمه نحن ونوقف، في وثائق، في اثباتات بتثبت الكلام نحن عم نحكيه. نعم. فاليوم باوروبا بعض الاحيان بنلاقي نحن بالحدائق العامه او ضمن البيوت في محارق موجوده وشكلها جميل وصديق للبيئه وتلاقيها خضراء. مهم نستفيد من التجربه الالمانيه، لازم نحن نشوف هالتجارب الاخرى. بعض الاحيان بيقول لك واحد اذا انت عندك عدوك لازم تعرف لغته، لازم تعرف هو كيف بيفكر، مش نحن محبه فيه، لحتى نحن نعرف هو كيف بيشتغل. نعم. فنحن ما غلط ابدا نعرف نحن هيدي المحارق كيف بتشتغل، كيف الانبعاثات فيها اللي عم تطلع منها، هل هي سامه او لا، هل نحن فعلا بنقدر تكون هي صديقه للبيئه، هل فعلا نحن حنستثمرها
استخراج الطاقة منها أو لا. نتوجه كمان لمكان آخر اللي هي الطاقة البديلة يلي هي كتير اليوم عليها إضاءة، مش بس على صعيد الاستثمار وصعيد التجارة، أنه اليوم عم بيبيعوا سلايسز بالنسبة للطاقة الشمسية البديلة، أو حتى موضوع المراوح. اليوم أكترية الدول عم تستعمل هالسيستم هذا وكتير ناجح. نحن بلبنان عنا كتير وسائل طبيعية قادرة أنه تأمن لنا اتجاه الرياح بشكل أنه تشغل المراوح. عنا رياح، عنا شمس أكترية الأيام بالسنة. نحن الشمس موجودة عنا بكل لبنان ووقتها كتير طويل فينا نستثمرها. يعني محاور كتير رح تطرقوا لها بالضبط بالمؤتمر اللي اكيد رح يكون غني جدا. نتمنى اكيد دائما نعير اهتمام اكثر للبيئه ونقدر فعلا نوصل لاقتصاد اخضر صديق للبيئه. انا بدي اشكرك دكتور المهندس محمد علي الجنون على كل الجهود اللي عم بتقوموا فيها بجمعيه ارزونا، وكل التوفيق بكل الاعمال تبع المؤتمر. شكرا. انا بس بحب اختم اخر شيء، طبعا في مثل بيقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله، بما معناه أنا بتشكر أول شيء لاتحاد عمالي عام لاستضافته لقلنا دكتور بشارة أسمر، بتشكر اللجنة المنظمة لهالمؤتمر، لأن أنا صحيح طالع مقابلة معكم على التيفي بس في كتير ناس عم تشتغل وراء الكواليس، برئاسة الدكتور ناهد رواس، في عنا رئيس اللجنة الإعلامية الصديقة لينا دياب هي رئيس لجنة الإعلام عنا، في عنا دافيد توتوجيان موجود علاقات عامة، في عنا كتير الشباب الموجودين، في عنا كمان شريك معنا اللي هي طبعا أكيد حتكونوا أنتم جهات الإعلامية، لأن احنا بدونكم ما بنعمل إضاءة على أي شيء، وبشرفنا حضوركم المؤتمر كمان وتكون في التغطية الإعلامية موجودة. أكيد رح نكون حاضرين ونضوي على كل هالأعمال، وتحية لكل فريق العمل اللي عم بيشتغل. وفي شغلة مهمة جدا، بما أنه نحن عاملين كافي بريك صديق للبيئة، ففي عملنا هيك باكج من الأرض ومن الحشايش ومن الأشياء الطبيعية كمان، كربستون كمان الشيخ مجهل وتحية، نحن مش عم نعمل دعاية، نحن بنتشكر الناس اللي هن أساسا سبونسرز معنا، ولكل القيمين والموجودين معنا بالمؤتمر. أكيد رح نكون عم نتابع أعمال هالمؤتمر. برجع بشكرك دكتور محمد وكل التوفيق بالمؤتمر وكل الجهود اللي بتقوموا فيها بالمستقبل بجمعية أرزونا. شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. مسي. مشاهدينا فاصل قصير وبعده منتابع أحلى صباح، خليكن معنا. تابعين معكم مشاهدينا أحلى صباح. السينما هو فن رؤية الحياة، وعلى أهمية هيدا الفن هو حق متاح لكل الشعوب بالعالم وين ما كانوا. بهالإطار مشروع ثقافي جديد شيف النور، وهو مهرجان القدس للسينما العربية، والهدف منه الاحتفاء بالإنجازات السينما العربية والسماح لشعب مدينة القدس واللي أكيد بحق له واللي هو جدا ذوي أنه يتعرف على الأفلام العربية ويقدر يلتقي بصناع هيدا الفن وهيدا السينما. لنحكي أكثر عن هالمشروع بصير نرحب هالقسم عبر زوم بنيفين شاهين مؤسسة ومديرة مهرجان القدس للسينما العربية. أهلا وسهلا فيك نيفين. أهلا فيك، صباح الخير لإلك وللمشاهدين ولأصدقاء اللي عم بيشوفوني هلأ ببيروت. طبيعي سعيدين جدا تكوني معنا بأحلى صباح. نيفين أنت عندك شغف كبير بالثقافة وبالتحديد بموضوع السينما وتطوير المكتبات، واشتغلت لأكثر من 18 سنة بمجال الثقافة، مهرجانات، برامج ثقافية، معارض وغيرها من المواضيع، وأنت أيضا حاصلة على ماجستير بحقوق الإنسان ودبلوم عالي بتنظيم العمل المجتمعي. قبل ما نحكي عن مهرجان السينما، خبرينا بداية كيف علاقتك مع مدينة القدس، هالمدينة الصامدة رغم كل الصعاب؟ للحقيقة أنا أصلاً من مدينة القدس، مولدت مدينة القدس ودرست في مدينة القدس ومقدسية إذا بدك بشكل كتير كبير، حتى النخاع يعني. أنا عشت ببيروت فترة طويلة، عشت تقريباً 8 سنين. لما فكرت أرجع على البلد فكرت طبعاً أنه بدي أعمل شيء لمدينة القدس. أثرت كتير بمدينة بيروت، الحياة الثقافية بلبنان ككل، وقلت لازم أعمل شيء لفلسطين أكيد، لبلدي وتحديداً للقدس. فأكيد الاهتمام كبير كوني من هاي المدينة وكونها هي العاصمة، وأنا بشوفها يعني عاصمة مدن العالم، يعني قديم نسافر وبروح منيجي، هيدي المدينة فعلا مميزة وخاصة جدا. نعم. مثل ما قلت ببداية حديثك أنه هيدا المجتمع فعلا مجتمع زوي ودايما بيطقوا من حقه يعني يحصل على برامج وأفكار مهمة وحلوة ومميزة. نعم. على كل حال يعني مدينة القدس هي مدينة الثقافات والحضارات عبر التاريخ، يعني طبيعي يكون فيها نشاطات ثقافية ولازم تستمر. خبرينا نيفين كيف انطلقت فكرة مهرجان السينما العربية بمدينة القدس؟
بالحقيقة مثل ما قلت لك أنا كنت عايشة في بيروت، تأثرت كثير بالحياة الثقافية كوني كنت أشتغل كمان في بهذا المجال لثمان سنين في بيروت. يعني كان لنا أثر إيجابي عليك ببيروت. صحيح للحقيقة اشتغلت كثير مع مؤسسات لبنانية وفلسطينية وكان هذا شيء كثير مهم. أنا حقيقة فخورة أني عملت هذا الشغل وعملت كذا مهرجان ببيروت وكمان كان بعدة يعني مدن لبنانية. نعم. وكانت الفكرة أنه يعني نجرب قد ما فينا ندمج بين المجتمع الفلسطيني وأكيد اللبناني المحب والمضياف. نعم نفين للحقيقة لما نعم تفضلي على كنت متأثرة طبعاً بالسينما والأشياء اللي بتصير بلبنان، فكرت إن القدس شو بينقصها وكان فعلاً بينقص موضوع السينما. يعني أول شيء بالقدس هي مزبوط كانت تاريخياً من أهم المدن اللي فيها موضوع السينما نشيط والناس كتير هيك يعني بتتشجع إنها تكون involved بهذا الموضوع، إلا بسبب الاحتلال ويعني الظروف اللي مرقت فيها فلسطين تحديدا باخر 30 سنه السينما من القطاعات الثقافيه اللي تاثرت بشكل كثير كبير. وحبيت انا بهالمبادره انه اعمل شيء مثل ما قلنا للمدينه، ومن هون طلعت الفكره. ولصراحه انه كثير من اصدقائي اللبنانيين اللي بهذا المجال ساعدوني وشجعوني انه نحن نفين معك، بدك تبلشي هذه المبادره نحن بنساعدك. لهيك أنا عندنا كان بالمهرجان المدير الفني هو الأستاذ الياس خلاط، هو مدير مهرجان طرابلس للسينما. نعم. واللي كان هو طبعاً شاركني بخبرته بشكل كتير كبير بهيدا المجال وساعدنا طبعاً ننطلق بالدورة الأولى إلى جانب أصدقائنا العرب سواء من مصر من تونس من المغرب من عدة دول اللي فعلاً تحمسوا لفكرة المهرجان. الحقيقة أنا قبل ما بلش رحت كذا مهرجان منهم عربي وعالمي والتقيت ب طبعا الناس المتخصصة بهذا المجال اللي فعلا لما كنا نقول عن فكرة مهرجان بالقدس كان كتير حماس كبير واستعداد كبير لأنه يساعدونا ويسندونا بهذه المبادرة اللي فعلا كان له أثر كتير كبير. هالمساهمة منهم أنه نعمل مهرجان فعلا كان مميز. نعم. وحاز على اهتمام الجمهور بشكل كتير كبير بطبيعة الحال. نيفين يعني لأنه التجربة رائدة طبيعي تأخذ هالحيز الكبير من الاهتمام الثقافي، هل فينا نقول السينما غائبة تماماً عن مدينة القدس كانت؟ إذا بدك فينا نقول غائبة بشكل مستمر، يعني ممكن يصير نشاط هون أو هناك ولكن نشاط مستمر بشكل دائم غائب. لذلك نحن من خلال المهرجان اللي هو كان الشعار تبعنا هو السينما للجميع، بعد المهرجان أطلقنا أندية سينما في مدينة القدس وهلأ رح ينشغل عليها قريبا، وكمان في عنا عروض في الهواء الطلق. نحن المشكلة في مدينة القدس ما في سينما، يعني أغلقت يعني صلاة العقل يعني ما في دور عرض. نعم. أو تم تحويلها فعلا، فلهيك إحنا بنستخدم المؤسسات الاجتماعية الثقافية بالمدينة اللي هي طبعا كمان نشكرها رحبت كتير بهذه المبادرة. إحنا بدنا نخلق هيدي النوع من النشاط لحتى الناس فعلا تتعود على هيدي حركة ثقافية يعني تستمر للمستقبل وتضلها بشكل مستدام. نعم. كتير طويل مزبوط. نعم. إلى جانب أنه أطلقنا برنامج صناعة السينما للشباب تحديدا، وهلا نحن عندنا رح نحكي عن هالموضوع بالتحديد نيفين، بس بحب كمان اسالك يعني السينما غائبه ودور العرض يمكن شوي بالقدس، انما ماذا عن صناعه السينما بالمدينه وبالبلد؟ اذا بدك بفلسطين بشكل عام صناعه السينما جيده، فينا نقول انها جيده، في عندنا افلام كثير مهمه خصوصا السنه والسنه الماضيه تلعب وشاركت بمهرجانات عالميه كثير. نعم. مهمه حازت على العديد من الجوائز. هلا اوكي دعم السينما مش كتير قوي مثلنا مثل باقي الدول العربيه اكيد بفلسطين، ولكن في انتاجات مميزه مثل عنا فيلم 200 متر هو من الافلام اللي حازت على جائزه بمهرجاننا، وكمان مهرجان اكثر من 20 مهرجان عالمي
وغيرها من الأفلام يعني بين الجنة والنار لنجوى النجار. نعم. فلا في إنتاجات كتير مهمة، ويمكن مدينة القدس بحاجة لأنه فعلا يصير اهتمام أكبر فيها وبالتصوير. بعتقد في قصص كتيرة يعني حاب هالمدينة إنها تحكيها، والسينما راح تكون اللغة الأفضل لهالموضوع لتوصل هالرسالة. إذا بدنا نحكي شوي عن المهرجان اللي نظمتوه، شعار ونيفين كان السينما للجميع، خبرينا عن هالشعار. شوف بالحقيقة نحن بالمدينة في عدة مراكز ثقافية، وهالمراكز الثقافية نعم المراكز الثقافية محددة لفئة محددة من الناس بتاعتها وبمواقع محددة. نحن حبينا نطلق هيدا الشعار ونروح للناس، ناس لأنها انقطعة بشكل كتير كبير عن السينما، فنحن منروح لها. لهيك شكلنا ونوعنا بأماكن العروض، يعني نزلنا على البلد القديمة هو جمهور مختلف مثلاً عن شارع صلاح الدين مثلاً أو نزهة. فهذا التنوع بالأماكن العرض حتى نقول للناس إنه إحنا جايين لكم، إحنا بدنا إياكم تيجوا لعنا، لأنه إذا أنتم ما بتيجوا إحنا منجي لعنكم. هيك عملنا بأماكن ومراكز مجتمعية قريبة من الناس، والناس في عندها ثقة وتواصل مع هذه الأماكن. نعم. فهذه الفكرة. يعني هالمهرجان يفين هو أكثر من حدث ثقافي، قد مهم لإعادة إنعاش وإحياء المدينة ككل وإعادة ربطها أيضاً ببقية العالم العربي. صحيح، نحن اعتبرنا الأفلام والسينما هي وسيلة تواصل بيننا وبين المجتمع العربي أكيد والعالمي، وتحديداً نحن ركزنا على العربي، لهي كانت أفلامنا عربية بامتياز. نعم. اللي بتحكي عن قضايا فينا إحنا بنتشارك معها، وحتى في بعض القضايا اللي هي جديدة على مجتمعنا ولكن مهم الاطلاع عليها. نحن القدس محصورة تماماً عن محيطها العربي، جربنا من خلال هذه الأفلام نقول لا نحن موجودين ونحن بهمنا هيدا التواصل معكم. وفعلا انا بشكر. نعم، عدد من الافلام يعني شاركت بالمهرجان، عم نحكي افلام قصيره، وثائقيه، افلام طويله، كيف تم اختيار هالافلام؟ يعني هل كان في موضوع واحد للمهرجان او موضوع موحد؟ نيفين يمكن ما عم نسمعك، رح نرجع نجرب. نعم، انقطع الاتصال اللي خسرناك لثانية. نيفين، كنت عم بسألك الأفلام اللي تم اختيارها للمهرجان الطويلة والقصيرة والوثائقية، كيف تم اختيارها وهل كان في موضوع موحد للمهرجان؟ بالنسبة للموضوع أكيد ما كان في موضوع موحد، ولكن كان في عنا لجنة تحكيم متخصصة في مجال طبعا صناعة الأفلام. نعم. والعمل في هذا المجال، اللي طبعا نحن من خلالها تم اختيار مجموعة من الأفلام تشارك معنا بالمهرجان. نحن دعينا بعض المخرجين ليقدموا لنا أفلام، الأفلام اللي طلبناها هي أفلام فعلا حازت على جوائز عالمية أو حتى كان لها مشاركات كتير مهمة وسمعة كتير قوية بالمهرجانات. نحن توجهنا الدعوات لهم، وطبعا هم لبوا طبعا الدعوة وأعطونا بكل حب أفلامهم. طبعا كانت عندنا لجنة تحكيم مميزة اللي اختارت طبعا. فينا نذكر الأسماء اللي ضمتها لجنة التحكيم؟ عفوا، ممكن نذكر الأشخاص اللي كونوا لجنة التحكيم بالمهرجان؟ صحيح، في عنا أستاذ محمد إبداوي اللي هو كان رئيس لجنة الأفلام الوثائقية، وكان نعم. معه باللجنة المخرج مي المصري والمخرج أمير رمزيس. كان عنا هادي زكاك، مخرج هادي زكاك، مخرج الثاني هادي زكاك باللجنة الأفلام الوثائقية، مع زينب دكاش و هالة جلال من مصر. وكان عنا طبعا بالأفلام القصيرة كان عنا أنيسة منصور من تونس، وكان عنا علا الشيخ، وكان عنا كمان إلي داغر. طبعا بنوجه لهم تحية كبيرة، تحية لهم جميعا. نعم. المهرجان وجودهم معنا كأسماء كتير مهمة ومميزة كمان هيدا أعطى مصداقية كتير كبيرة للمهرجان الحقيقة. نيفيل، هل رح يتحول المهرجان لموعد سنوي ثابت بمدينة القدس؟ صحيح صحيح، هيدا الهدف من انطلاقتنا من المهرجان انه فعلا نكمل، لانه نحن لمسنا اهتمام كتير كبير للحقيقة من قبل الجمهور، لذلك نحن بنوعد جمهورنا انه فعلا نكمل. واكيد نعم. وقد مهم يكون في كمان يعني ورش عمل عم بترافق هالمهرجان كمان ليكون في خبرة عم تنعطى للمشاركين.
صحيح. نحن لاحظنا كمان من الأشياء المهمة في مدينة القدس أنه في فقر إذا بدك بالتعليم بما يتعلق بصناعة السينما، لهيك أخذنا على عاتقنا أنه نشتغل على هذا الموضوع. نحن خلال المهرجان كان عندنا ورشة عمل عملناها لمجموعة من الشباب، ومثل ما قلت فعلا لقينا تعطش واهتمام كتير كبير. هلأ مكملين بورشة تانية الشهر الجاي ورح تستمر معنا لست أشهر، لأن احنا بنطمح أنه فعلا نخرج كوادر مهنية بهذا الموضوع اللي فعلا تساهم في بالمستقبل طبعا بارتقاء موضوع صناعة نعم. السينما. أكيد هيدي أمنيتنا بشكل عام. نعم، وبيكون هيك المهرجان وصل لهدفه، إنما أكيد في كتير تحديات بتنظيم هيك مهرجان خاصة بالقدس. يعني أدي الظروف الأمنية أوقات وكمان الظروف الاجتماعية وجائحة كورونا صعبت الأمور عليكم بهيدا الدورة. مظبوط صحيح. للحقيقة نحن أجلنا المهرجان مرتين بسبب يعني بسبب جائحة كورونا أكيد أولا، وطبعا نحن بقطاع الثقافي دائما هو أقل القطاعات اللي بيحوز على اهتمام الممولين، فلذلك كان عندنا تحدي كتير كبير إنه فعلا نحصل على تمويل نقدر نطلع بنسخة جيدة، إلا أنه قدرنا الحمد لله يعني اللي كان معنا موجود. نحن بنطمح انه نطور اكثر المهرجان ويكبر بشكل اكبر، وان شاء الله السنه هيدي بتكون يعني خير علينا كلنا، كنا شوي عم بخف موضوع كورونا عم بخف على الجميع يعني. سو نتمنى انه هيدي امنيتنا ايضا اكيد يعني على امل تضل هيدي الدوره. يعني اكيد بنتمنى تضل الحركه الثقافيه عامره بالقدس، فعلا هيدي مدينه الثقافات والحضارات، وبنتمنى اكيد السينما تلاقي مكان مهم لها بهيدي المدينه. انا بدي اشكرك نيفين شاهين مؤسسه ومديره مهرجان القدس للسينما العربيه، وتحياتنا وسلاماتنا لكل اهالينا بالقدس. شكرا كثير لكم ويعطيكم الف عافيه. انا كثير سعيده اني اكون معكم اليوم. أهلا وسهلا فيك دايما عبر شاشة التلفزيون لبنان. مشاهدينا فاصل قصير وبعده منتابع حلقتنا بقسمة الأخير، خليكن معنا. عودة مشاهدينا لنتابع أحلى صباح بقسمه الأخير مع إعلان موعد الامتحانات الرسمية وامتحانات نهاية العام الدراسي بكتير من الجامعات اللبنانية. كتار من الطلاب والتلاميذ شعروا بقلق كبير، يمكن كان القرار غير متوقع، ويمكن السنة الدراسية كانت غريبة واستثنائية نوعا ما. كيف ممكن يتحضروا التلاميذ والطلاب لهالاستحقاق المهم ومعهم الأهل أيضا؟ لنجاوب على السؤال بصيرنا رحب بهالقسم بالدكتورة أديبة حمدان استاذة العلوم الاجتماعية بالجامعة اللبنانية. صباح الخير دكتورة. أهلا، صباح الخير. صباح الخير لك ولكل المشاهدين. نعم، يعني تم تحديد موعد الامتحانات الرسمية وكتار من الطلاب يعني ما استقبلوا هالخبر بفرح، يعني فينا نقول كان متوقع هالإجراء أو هالإعلان، ولا كتار من الطلاب كانوا متوقعين أنه تنلغى الامتحانات الرسمية السنة وعدد من الامتحانات الأخرى؟ الحقيقة الأوضاع العامة أكيد ما رح تخلي جزء كبير من الطلاب أنه تتوقع أنه في امتحانات رسمية، لكن الامتحانات الرسمية أمر مصيري ما فينا نستهتر فيه وما فينا نتوقع إلا أنه يصير، إن كان امتحانات رسمية بالمدارس أو امتحانات لطلابنا بالجامعة. رغم كل المشكلات اللي واجهناها بالتعليم عن بعد، رغم كل القلق الصحي اللي نحن عايشينه، رغم كل القلق الاقتصادي والاجتماعي اللي نحن عايشينه، لابد من إجراء الامتحانات ولابد من الاستعداد فعلا لإجراءها. خلينا ناخذ الأمور بجدية أكثر، لأنه مجرد الإعلان عنها هو حافز أساسي لدى الطالب للاستعداد الجدي والانتقال من مجرد التفكير والقلق للعمل. نعم دكتورة حمدان، قديه فعلا كانت هالسنة صعبة مش بس على تلاميذ المدارس، أيضا على تلاميذ الجامعة اللبنانية وبقية الجامعات؟ نعم، نحن بنعرف قديش مهمة البيئة التربوية داخل نعم. المؤسسة، يعني learning environment يكون normal وسيف 100%. افتقاد هذا التفاعل بين الطالب والمؤسسة والزملاء أمر مش هين، يعني نحن عانينا كأساتذة وعانينا كأهل، والطالب هو عانى. ما ننسى أنه التعليم عن بعد كان استحقاق قاسي على الجميع، مفاجئ على الجميع،
ما كنا محضرين له، فأخذ معنا وقت لحتى استوعبنا وتكيفنا مع هالسيستم اللي مرن. أنا بعتقد مرن لأنه بالنسبة للسيستم القديم والتقليدي نحن فتنا بالسيستم أكثر مرونة. طبعاً له حسنات وله سيئات، ولكن هذه الثغرات قدرنا إلى حد ما نستوعبها ونعمل بيئة تعليمية سليمة، إن كان داخل بيوتنا، إن كان بعلاقتنا مع أولادنا، إن كان علاقتنا مع طلابنا، لأنه هذا التفاعل المهم بيني وبين الطالب للأسف فقدته. حاولت أعوض عنه إذا بدك منهج مبتكر جديد للتعويض عن التفاعل المباشر اللي هو لا يعوض عليه. نعم، يعني نجحنا بمحل يمكن وأخفقنا بمحلات أخرى، إنما الأكيد إنه هيدي العملية سرعت كل شيء له علاقة بالديجيتال والديستنس ليرنينج، وبمحل يعني تقدمنا سنين من وراء هيدي السنة. نعم الحقيقة هيدا الشيء خلينا نوقف قدام الاستحقاق اللي حضرتك عم تقول عنه، هو هالتقدم التكنولوجي. صحيح. وضرورة الاستعانة بهذا التقدم التكنولوجي لحتى نستفيد منه أكثر كمعلم وكمتعلم. أنا هون بركز على شغلة كتير مهمة، إنه لابد من تنمية مهارات معينة عند المعلم وعند المتعلم لحتى نواكب هذا النوع الجديد من التعليم. يجب العمل بذكاء أكثر، ويجب يعني تدريب الطلاب أكثر على إدارة الوقت. هذه مهارة كتير مهمة يجب تنميتها. وطبعا في أمور كتير مهمة هي العمل على تعزيز الثقة بالنفس، لأنه عدم التفاعل المباشر، عدم التوجه للجامعة والتفاعل مع مجتمع الجامعة من رفاق، من عمل جماعي، من تفاعل معه ومع الطالب ومع كل عناصر العملية التعليمية، هيدا افتقدنا له ولابد من تعويضه بمهارات بديلة إذا صح التعبير، أو بتقوي هذا التفاعل وبتوصل الرسالة، لأنه كل هدفنا نحن أنه في رسالة، في مضمون أكاديمي يجب أن يمتلكه الطالب، يجب يعني إيجاد كل الوسائل لتوصيل هذه الرسالة وإنجاحها، ونجاحه هو في تحقيق هدف خاص أو هدف عام على مستوى الوطن. نعم، والطالب يعني بهالسنة بده يتعلم يكون مستقل أو عنده أوتونومية معينة، لأنه يمكن ما في حدا يحفزه يدرس لحاله، بده يكون هو عنده هيدا الدافع إنه يشتغل على حاله ويتطور ويتقدم ليكون عم بيستفيد من هالسنة الدراسية وما عم بيخسرها. لنرجع لموضوع الامتحانات دكتورة، كيف ممكن يتحضروا التلاميذ لهيدا الاستحقاق خاصة بعد هالسنة الغريبة؟ يعني في تلاميذ مدارس ما تعرفوا على أساتذتهم شخصيا هيدي السنة، وكل الدروس كانت عم تنعطى أونلاين. صحيح، أنا كتير يعني بشعر بعدم سعادة لما أتعرف على طالب وكان عندي من سنة الماضي وما بعرفه وهلأ شفته. يعني أنا كتير بركز على موضوع التفاعل داخل الصف بيني وبين الطالب، فهذا كتير فقد إذا بدك تقول هالعاطفة والحب اللي الضروري ولازم. يعني الأستاذ إذا ما حبيته ما بتحب المادة، فمن هون ضروري يكون هناك في تفاعل مباشر بين المعلم والمتعلم من عمر كتير صغير لأي عمر أكبر. طبعا الإعداد ومواجهة هذا القلق، قلق الامتحانات، منه سهل. علينا نواجهه بثلاث مواقع إذا صح التعبير. أولا المؤسسات التربوية لازم يكون عندها جهد لتقديم هالمعرفة وهالعلم بأسلوب جديد، هل هي جاهزة لإله وكيف قدرت توصل للطالب. اثنين على الأهل دور كتير مهم، وهون دور مصيري إذا صح التعبير، وهيدا هون بدي أفتح هلالين إنه الأهل يعني مع كل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والسياسية اللي عايشينها عنده هلأ صار يفكر أكثر بموضوع تعليم ابنه، لأن
زادت مسؤولياته بهاي النقطة. كان قبل يمكن يتابع من خلال زيارات للمدرسة، اليوم عم بيتابعه لحظة بلحظة بقلب البيت، ويمكن يكون في تدخل بعض الأحيان بعمر صغار لازم يكونوا الأهل حدهم. فإذا الأهل هون دورهم كتير مصيري، ضروري يضلوا محافظين على الاستقرار بالبيت، على الراحة بالبيت، على الأمان بالبيت، على السلامة. نحن ما ننسى أنه كورونا موضوع صحي أساسي، يعني عم يخلق لنا قلق على سلامتنا وعلى سلامة أولادنا. فإذا هذا موضوع كتير مهم، لابد أيضا من الدعم المعنوي. دائما بدي حافظ على ثقة ابني بنفسه، لأنه كتير نحن من نكون رايحين على امتحان نقول أنا حسيت حالي أو هلأ حاسس حالي ما بعرف شيء، ناسي كل شيء. هيدا الأمور هيدا لازم كتير ننتبه لها، لأنه القلق بيخلق سلوكات إذا صح التعبير مزاجية. نعم. بفقدان الأمل بإني ما بعرف شيء أو نسيت كل شيء. أيضا ممكن يخلق غضب وتنرفز وتعصيب، ممكن يخلق نوع من مشاكل. أوقات الأهل دكتورة بيعطلوا هم أكتر من الولد، وهيدا ستريس كمان هن ما بيعرفوا يعالجوه. عم نحكي بينهم وبين حالهم، يعني هن بيكونوا ستريسي وبيكبوا هيدا الستريس كمان على الولد. يعني صحيح، فترة الامتحانات بتكون فترة صعبة جدا. هو ملك يعني الأمراض أو الاضطرابات النفسية إذا صح التعبير، هو يعني عند كل المهن وعند كل الأشخاص وبكل الأعمار وبكل البلدان. يعني نحن يمكن عنا حالة استثنائية بلبنان، ولكن كل العالم عاش هذا القلق خاصة بعد كورونا. نعم. كيف ممكن الولد يحافظ على صحته النفسية بفترة الامتحانات؟ كيف بده يخفف ضغط نفسه على حاله؟ هل من المطلوب منه يمكن يخفف شوي درس، يقسم، يركز على مواد، يترك مواد تانية، أو ما ياخذ الامتحانات بكتير، مش رح نقول بكتير جدية، إنما ياخذ الأشياء شوي هيك على الهين وما يزيد على حاله عبء استرس زيادة عن اللزوم؟ في ثغرة كبيرة بنوقع فيها، هي كيف ندرس. الحقيقة المطلوب منا هو العمل بذكاء، الدرس بذكاء. يعني حتى التعليم عن بعد طلب هذه المهارة من المعلم ومن المتعلم. يعني هذا الحفظ وال يعني هذا العلم الببغائي هذا ما عاد له أي قيمة اليوم. من هون لازم الطالب يكون جدي، يكون عنده فعلا تنظيم للوقت. برجع بقول انه في تنمية مهارات اساسية يجب الاهتمام فيها من قبل المؤسسات التربوية ومن قبل الاهل ومن قبل الطالب نفسه، انه انا هلا انا مسؤولية علي كبيرة، هي قصة الوقت، ادارة الوقت. ادارة الوقت بتخفف من التوتر، ادارة الوقت بتخفف من تضييع الوقت، ادارة الوقت بتزيد من الانتاجية. نعم. ادارة الوقت ايضا بتخليني أنجز الهدف اللي أنا فيه. من هون ضروري الولد يعني يتحسس المسؤولية ويكون جدي، وبنفس الوقت بده يكون محاط بأهل واعيين يبسوا دائما في روح التفاؤل. هذا روح التفاؤل شغلة كتير مهمة، والأمل دائما. يعني الخوف من الامتحانات ممكن يخلق له أفكار سوداوية، بعدنا عم نقول يمكن يقول ما في امتحانات ويطلع في امتحانات، يمكن يستهتر بدرسه، مقصر بدرسه. فإذا هذا التفاؤل وهذا التفاؤل بالامتحان السهل كمان، يعني عنا أزمة نحن بين المعلم والمتعلم، أنه أحيانا بيجي المعلم بيقول له أنت مش سهل تنجح بهاي المادة، أو هيدي مادة مش مين مكان بينجح فيها. هيدي ثغرة كبيرة بالتخاطب بين المعلم والمتعلم. لا بالعكس، أنا لازم سهله كمعلم، لازم سهله هذه المادة، ولازم أنا بالعكس أمسك له إيده لحتى يوصل للنجاح. الأهل كمان بيلعبوا دور في تسهيل الأفكار وتهمين الأفكار وإبعاد الأفكار السوداوية. لا الأفكار، الامتحان رح يكون سهل، لا الامتحان رح يكون واضح، رح يكون مرن، بيشبه الظروف اللي نحن عايشينها التي تتطلب المرونة. نعم. يعني مش مطلوب من الطالب يكون متفوق يمكن بكل المواد، يعني مش مفروض نضغط على أولادنا يكونوا متفوقين بكل المواد. يمكن في طلاب شاطرين بمواد أكثر من مواد، وهذا شيء أكيد جزء من شخصيتهم بمكان. طبعا نحن كمان لازم نفهم توجهات اولادنا. يعني قد ما بنتفاهم، قد ما بنتفاعل مع اولادنا، قد ما بتكون الخطوه انسب، قد ما بتكون الخطوه اسهل،
بالنهاية أنا هون عم بشتغل على مواطن، يعني مش بس عم بشتغل على ابني، أنا عم بشتغل على المواطن. نعم، مشروع مواطن. نعم نعم، من هون أهمية تكاتف البيت والمؤسسة التعليمية والطالب. هول الثلاثة هن مسؤولين عن إنجاح هذه الخطوة. مثل ما بنقول دايما، إيد وحدة ما بتزقف، يعني لا المؤسسات التربوية إذا قامت بكل شيء رح تنجح أو حتوصلنا للهدف، طالب لوحده ما بيقدر يعمل شيء، أهل لوحده ما بيعملوا شيء. من هون التكافل والدعم النفسي الاجتماعي. دايما بالظروف الصعبة ما قلنا إلا الدعم النفسي الاجتماعي. دكتورة حمدان، يعني الامتحانات الرسمية اليوم رح تصير لمعظم الطلاب بمدارسهم اللي هن معودين عليها، هيدا الشيء بيسهل عملية الامتحانات؟ هذا الشيء بيسهل. نعم، يعني هذا الشيء بيسهل ببيئة فاميليار. نعم، البيئة أهم شيء، أنه أنا أعمل بيئة امتحانات سليمة. هاي أول عامل، اليوم المكان هذا أول عامل أنا كسرت له الخوف منه. نحن معودين أنه كنا لأولادنا بالامتحانات الرسمية مذكر مشان أولاد. نعم. قبل بالنهار اخذهم على المدرسه واقول لهم هيدا المركز وبلش هيك، يعني له رهبه المكان بيكون لانه مكان جديد. مكان جديد خاصه اذا بيطلع بمنطقه بعيده عن بيته. صحيح. بيطلب منه انه يروح بكير الى اخره. اليوم لا، المدرسه انا بعرفها، الصف انا بعرفه، الكولوار انا بعرفه، الملعب انا بعرفه. هيدا حيسهل امر كثير. طبعا الوزاره رح تبعث مشرفين ومفتشين، هذا امر يعني بيحسن الظروف اكثر. فاذا كمان رح يكون في، بعدنا عم نقول كورونا وهاجس الامان الصحي شغله اساسيه عند الاهل وعند المربين بشكل عام، وعند الولد يمكن يكون هو خوفان من الكورونا. فاذا بيئه امتحانات سليمه، تعزيز التهوئه، تعزيز التعقيم، هيدي كلها ضروريه لحتى امن جوده التعليم وامن الصحه. يعني أنا عندي هاجسين أساسيين أساسيين، هو أنه يكون في عندي امتحانات جدية ونتائج جدية وتقييم عن جد جدي، وبنفس الوقت الصحة، أنه ما مس بالصحة ولا أخلق قلق جديد إضافة للقلق اللي نحن عايش. يعني نحن بدنا نحافظ على المستوى التعليمي، بس أكيد مش على حساب سلامة وصحة أولادنا النفسية. دكتورة، اليوم كم أسبوع وبتنتهي السنة الدراسية اللي كانت فعلا استثنائية، ومنبدأ التحضير لعام دراسي جديد، قد ايه مهم نرجع على التعليم الحضوري بالعام المقبل؟ أنا بعتقد التعليم الحضوري مهم جداً، ولكن كمان لازم نضلنا نستفيد من هالتجربة، تجربة التعليم عن بعد. التعليم عن بعد كمان أضاف شيء للتعليم. أنا ذكرت من شوي أنه مش كله سيئات، التعليم عن بعد مش كله سيئات. كتير ساعد الطلاب اللي عن جد عندهم إعاقة بالوصول للجامعة أو للمدرسة. كتير ساعد الطلاب اللي عندهم خصوصية. هون يمكن بالتعليم الحضوري ما يعني بدنا نحافظ على هالمكتسبات، بدنا نحافظ على هالمكتسبات. نعم. بمكان أكيد بدي حافظ على المكتسبات. أنا اللي بدي أقول بالنسبة للسنة الجديدة، دايما دايما لازم نستفيد من هذه التجربة مع كل حسناتها وسيئاتها. لازم نشوف كيف يضل التعليم عن بعد لبعض الحالات، لبعض الاستثناءات، لأن هو أثبت جدارته بمكان ما. طبعاً يمكن أعمله اختياري، كمان أنا بحبز أنه يكون اختياري، لأنه في ناس عن جد في عندها ظروف فعلاً، ونحن هلأ عايشين بظروف اقتصادية وحياتية مش هينة أبداً. يعني يمكن نحن يطلب منا أنه يكون في نوع من دمج بين التعليم عن بعد والتعليم الحضوري. مثل ما رحنا شوي شوي على التعليم عن بعد وأثبتنا أنه قادرين نتمكن منه، العودة إلى التعليم الحضوري أمر سهل، ولكن برجع بركز أنه التعليم عن بعد كان له نتائج إيجابية على التعليم. أهم وهان بركز كتير على تغيير المنهج. نحن بعدنا عايشين بمنهج تقليدي، نحن بعدنا عايشين رغم انه خطه النهوض لمست هذا الشيء واشتغلت على هذا الشيء من 2000، ولكن نحن لحد هلا شئنا او ابينا بعدنا تقليديين. التعليم عن بعد
خفف من التقليدية، خفف من الحشو، خفف من هالكم المعرفة اللي هو بلاقيه بكبسة زر أنا على الإنترنت. لا، خليني أنا استفيد من التعليم عن بعد اللي خلى الطالب يدرس بذكاء، يحضر بذكاء، يحضر صفوفه بذكاء. صحيح. اليوم يعني نسمع كثير دكتورة أنه هالسنتين اللي مرقوا يمكن تركوا أثر سلبي على هيدا الجيل، بعتقد هالمقولة منا جدا صحيحة. لا، مش كل شيء سيء، أنا مش شايفة كل شيء سيء، بالعكس أساسا هيدا الجيل مهيأ للدخول بعالم التكنولوجيا أكثر منا، يمكن نحن اللي لقينا الصعوبة مش هو. صحيح. فإذا يجب الاستفادة من كل هالخبرة اللي عمرها سنة سنة وشوي وتوظيفها لصالح العلم ولصالح إذا بدي أقول لك تحديث العملية التربوية، لابد من تحديثها، وهذه كانت ربما ضارة نافعة، كانت تجربة لازم نستفيد منها لحتى نستفيد أكثر من التكنولوجيا ونطور المناهج. مثل ما حضرتك ذكرت هالموضوع اللي دايما بنحكي عنه، دكتورة كلمة أخيرة لإلك بهذا اللقاء عبواب الامتحانات الرسمية وامتحانات نهاية العام الدراسي بالجامعات بلبنان. أنا بركز كتير على دور الأهل، ومثل ما قلت هو دور مصيري، بقول لهم معلش تعبنا كتير بهاي السنة لأن تطلب منهم تفاعل عاطفي إضافي، اليوم بدهم تفاعل عاطفي إضافي ليتكيف الطالب مع هذه المستجدات، ليتكيف مع قلقه، وهذا قلق بعتبره كتير طبيعي لأنه بكل بساطة هو قلق من الخوف من الفشل، هو قلق للوصول للنجاح. ومهما حضر الواحد نفسه، في ناس عندها عقدة الكمال، يعني هذا العقل القلق بقدر اتفهمه بهيك ظروف، بقدر اتفهمه بهيك دافعية للإنجاز. نعم. دكتورة أديبة حمدان، أستاذة العلوم الاجتماعية بالجامعة اللبنانية، أهلا وسهلا فيك وشكرا على كل هالمعلومات. بنتمنى كل التلاميذ والطلاب والأهل يستفيدوا من كل النصايح اللي اعطيتيها، وبنتمنى أكيد التوفيق لكل طلاب وتلاميذ لبنان. شكرا، بتمنى النجاح لكل الطلاب وكل المعلمين لأنه كمان هم عندهم مهمة صعبة. نعم. مشاهدينا، لهون بتكون وصلت نهاية حلقتنا من أحلى صباح. أنا بتمنى لكم نهار حلو وناجح مع كافة برامج تلفزيون لبنان، وملتقانا بكرة بتمام الساعة 9. إلى اللقاء.